بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله حضورنا الكريم في دورات الجمعية الطبية الكويتية. اليوم عندنا دورة اكسب المال وأنت نائم، يحاضرنا فيها الدكتور مبارك يوسف المازر، مدرب دولي معتمد، يحاضرنا اليوم إن شاء الله، فليتفضل مشكورا مأجورا غير مأمور. يعطيكم العافية. كل اللي هني دكاترة ولا في غير الدكاترة؟ ها؟ 99% دكاترة. زين، خلوني أسألكم سؤال، منو راتبه مو مكفي؟ يرفع إيده. 1 2 3 بس 3، كلكم راتبكم مكفيكم؟ كلكم زينين الحين؟ الله يعطيك الصحة والعافية. محاضرتنا ودورتنا تتكلم كيف تكسب المال وأنت نائم. شنو يعني أكسب المال وأنا نائم؟ هل حقيقة أن ممكن الواحد يكسب المال وهو نايم؟ ها، من يجاوبني؟ في صدق ممكن الواحد يكسب المال وهو نايم؟ نعم ممكن، بس شلون؟ في آليات وأمور لازم الواحد يسويها عشان يقدر يكتسب المال وهو نايم. الفكرة يعني راح نيها في أثناء المحاضرة تكمن في شغلة واحدة بس، أما أنك تقايض وقتك أو تقايض مالك عشان تبدأ تكسب المال ويكون عندك وظيفة. ولذلك محاضرتنا اسمها اكسب المال وأنت نائم، وهذا اللي بنخوض فيه. فيعني اعرف على نفسي، معكم اخوكم مبارك المازر، وانا مدرب معتمد في المال والاعمال، ولي في موضوع التجاره وقطاع المطاعم باع يعني ممتاز لله الحمد لله. ودي لو اتعرف عليكم واحد واحد بس ما بيخلص الوقت كذي. طيب نبدا في قصه، خلونا نتكلم عن هذه القصه وهي قصه جدا مهمه. شو تقول القصه؟ تقول في زمن من الازمان كان هناك طفلين توأم ولدوا في الأسر، أمهم وأبوهم تم أسرهم، هذول الطفلين ولدوا في هذا الأسر، حمزة وبلال. حمزة وبلال وهم صغار يا هال إلى عمر 6 سنوات، في عمر 6 سنوات كانوا قبلها يلعبون. لما صاروا في عمر 6 سنوات وفق القانون في ذاك الوقت أن أنت دام أن والدينك يعتبرون من الأسرى والعبيد فأنت عبد لصاحب الوالد والوالدة نفس الشيء. فيابهم صاحب المزرعة اللي يشتغلون فيها وقال لهم خلاص انتم الحين عمركم 6 سنوات فتقدر تشتغل، شيل لو عندي بطل الماء هذا شيله اشتغل. فأخذ يشتغلون حمزة وبلال من الفجر، من أول ما تطلع الشمس إلى مغيب الشمس، يردون تعبانين يحطوا راسهم ينامون عشان يقعدون ثاني يوم يعيدون نفس الحركة. في عمر بعد 10 سنوات حمزة قال لي بلال، قال احنا لمتى على هذا الوضع؟ فما ينفع نكمل طول حياتنا على هذا الوضع. قال ايش تبينا نسوي؟ قال بكل اختصار خلنا نشتغل عمل اضافي ونجمع ونروح ونشتري حرياتنا. قال له بلال انت من صدقك، حريتنا هذه يبي لها فلوس، وين نقدر نسويها؟ فحمزه اخذ العهد على نفسه، نعم انا راح اسويها. وفعلا هذا اللي مشى فيه حمزه، قرر يمشي على هذا المنوال. بعد 10 سنوات 15 سنة حمزه يجمع المال وراح الى من يملكه واعطاه المال وقال تفضل هذا ثمن حريتي. واشترى حريته. بعد ما اشترى حريته وصار حر، قال انا شو اسوي الحين؟ الشيء اللي اعرفه فقط هو الزراعه والمزرعه. فاشتغل حمالي، بعدين قام يزرع، الى ان بلش شوي شوي يكتسب مال، اشترى مزرعه صغيره، كون له اسره. في عمر 60 سنة حمزه كان عنده اسره مكونها، وهو اسره كبيره وكان عنده املاكه. بلال يا لصاحب من يملكه وقال له تعال يا بلال انت قضيت معانا 60 سنة يعطيك العافيه مشكور ما قصرت صراحه، روح اعتقناك لوجه الله. فرح بلال استانس ان في عمر 60 اخذ حريته. ولكن لما استوعب على نفسه لقانا في عمر 60 الامراض كلها فيني، اسره ما عندي، شو الفائده من الحريه هذه؟ ما منها فائده. قصة حمزة وبلال احنا كل يوم نعيشها، قصة حمزة وبلال كل واحد فينا اما حمزة واما بلال. اليوم احنا من عمر 6 سنوات اهلنا يقعدوننا حق المدرسة، نقوم حق المدرسة ونروح ونخلص الساعة 2 العصر، نرد البيت ندرس نحل واجباتنا ننام نبكر عشان ثاني يوم. حتى وقت الفرحة بالتخرج لما نتخرج نفرح نستانس تخرجنا، لكن مقبلين على حياة العمل وهي حياة أصعب من حياة الدراسة. الحين أتوقع الدكاترة كلهم يقول يا حالات أيام وين أيام الدراسة، أحلى ما في مسؤوليات. كلنا نحمد بلال. العبودية ما هي عبودية بمعنى الرق، لكن العبودية مع الأزمان تختلف. اليوم ما حد فينا يملك قرار حياته الوظيفي، أنا أتكلم
ما حد فينا اليوم يملك قرار متى ما يبي يطلع إجازة يقطع إجازة. فيكم واحد يقدر يقول أنا بطلع إجازة باكر وكيف عاد المدير؟ ها ما حد، لأن أنت تعتبر تعمل عند هذا الشخص أو هذه الإدارة أو هذه الحكومة أيا كان. إحنا مو نقول لازم تطلع من وظيفتك، لكن لازم نفهم أن هذه مرحلة من العمر وليست العمر كله. هذا اللي نفهمه. ولذلك محاضرتنا اليوم اسمها اكسب المال وانت نائم. منو قرأ كتاب روبرت كيوساكي الأب الغني والأب الفقير؟ واحد، اثنين، ثلاث، ثلاثة قروا. أنصحكم طبعاً بالقراءة، كتاب جميل جداً وما راح أحرقه على أي حد ما قرأ الكتاب، لكن بتكلم عن هذا المربع اللي تكلم عنه روبرت كيوساكي في آخر كتابه. بس خلوني أقول لكم شغلة قبل ما نتكلم عن المربع. روبرت كيوساكي يقول في كتاب الأب الغني والأب الفقير، الاسم الأب الغني والأب الفقير، ولكن لما نيجي على أرض الواقع لما تقرون الكتاب راح تلقون أن روبرت كان يسمي أبوه الصجي اللي هو منه دكتور في الجامعة، كان يسميه أبوي الفقير، وأبو صديقه اللي كانوا صغير يلعبون مع بعض ويطلعون هذا، وكان صاحب مشروع وكان مفلس وقتها وفاتح ثلاث مطاعم ومديون، كان يسميه الأب الغني. شفت المسميات؟ أبو الجامعة الدكتور كان يسميه الأب الفقير، لأن العقلية كانت عقلية واحد فقير يستلم معاشه ينطر إلى معاشه الجاي، خلاص ما عنده القدرة أن يعيش حر. روبرت كيوساكي في كتابه صنف الناس في التدفقات المالية إلى أربع أقسام. كلنا واحد من أربع هذول، قد نكون اثنين، كلنا واحد من أربع هذول. القسم الأول الموظفين أو الإمبلوي. الموظفين هم الناس، يقول روبرت أنهم 85% من الناس ترى هذول. من هذول؟ هذا إما يشتغل في قطاع حكومي أو قطاع خاص لكنه موظف، راتبه كل شهر يله، لا يملك قرار أن يطلع من وظيفته، لا يملك قرار أن يطلع إجازة، لا يملك. لو قرر هذا الشخص اللي هو الموظف قرر أنا كم معاشي 1500 2000 دينار، قال لا أنا مباشرة بمعاشي 2500، يقدر؟ ما يقدر. في أوفر تايم تشتغل حياك الله، ما في أوفر تايم خلاص، حتى لو أنت نشيط ما يقدر. هذا الموظف يسميهم أصحاب الدخل الإيجابي أو الدخل النشط، ومعنى يقصد الدخل الإيجابي وهو الدخل الذي، من يقول لي؟ من يعرف الدخل الإيجابي؟ ها؟ يشتغل فيجيب فلوس، تقايض وقتك بمال. يعني لازم أنت وجود دخل إيجابي، مو معناته كلمة حلوة إيجابي، لا لا لا، معناته أن لازم وجودك موجود عشان تأخذ عليه فلوس. تقايض وقت بمال، وقتك تقايض بمال، تشتغل 8 ساعات تأخذ وقت مال مقابل 8 ساعات، اشتغلت أكثر تأخذ أكثر. زين، أما الدخل السلبي وهذا اللي بنيه بعد شوي تعريفه يختلف، فهذولي أغلبية موظفين، كلنا اليوم هني موظفين، كلنا موظفين، وقلنا هذا ما هو غلط. النوع الثاني وهم يسميهم السلف إمبلوي أو أصحاب يعني الحرف، أصحاب الفن، عنده حرفة قاعد يقوم فيها، مصور، يسوي فخار، أي كان، أصحاب حرفة. هذه الحرفة عكس الموظف، لو قرر أنه يبي فلوس زيادة يقدر يشتغل زيادة. واحدة تسوي كب كيك في البيت، قررت تسيب فلوس زيادة تسوي كب كيك زيادة. زين، لو قالت اليوم أنا تعبانة وما لي خلق أشتغل، ما في فلوس. فهي إيجابية أكثر من الموظف، ولكن أيضا سلبية متعلقة جدا فيك. زين، لو قالت أني أنا بروح إجازة الشهر الجاي، المشروع كله يوقف لأنه متعلق فيها، فهو أيضا دخل نشط أو دخل إيجابي أو دخل نشط متعلق فيها، بس أيضا ممتاز. ليش؟ لأن هني متى ما حبيت تزيد دخلك تقدر تزيد دخلك، تنتج زيادة. عيب هذول الأشخاص، منو هني عنده هوم بزنس شيء متعلق فيه؟ ما حد عنده هوم بزنس، واحد عنده أي نوع نشاط تجاري؟ طيب، ها؟ ما في وقت. النوع الثالث وهم البزنس أو أصحاب البزنس. يقول روبرت هذولي الحين دشينا في الدخل السلبي. الدخل السلبي هو لا، أنت عندك مشروع تجاري قائم ما يحتاج وجودك وشغال، وهذا المشروع وهو شغال قاعد يدخل لك فلوس. فشنو صار الحين؟ دخل سلبي. معنى دخل سلبي أو باسف إنكم أو الدخل الساكن هو فلوسك هي اللي تجيب فلوس، ليس وجودك، لا يتطلب وجودك عشان يدش فلوس، فلوسك هي اللي تجيب لك فلوس. وهذا
أول مراحل الدخل السلبي. بس عيب هذول الأشخاص، عيبهم أن صح هو ما يشتغل بيده لكن وجوده الذهني مطلوب. أنا صاحب مطاعم، ألو الفرع احترق، ألو عندنا مشكلة، البلدية جت كذا، وجودك الذهني مطلوب. نعم أطلع إجازة وسافر وروح وما لي شغل. أنا اليوم قاعد أتكلم معاكم وما أدري كم وجبة انباعت في المطعم الحين، آخر يوم أدري، بس الحين ما أدري، ما قاعد أتدخل لكن في نفس الوقت متعب. زين، رابع نوع وهو دخل سلبي أيضا، وهو من أفضل أنواع الدخل السلبي، وهم المستثمرين أو الانفستر. هذول المستثمرين فكرتهم شنو؟ واحد يتلى فلوس ورث، يتلى فلوس تحويشة العمر، يمع من مدخراته، واحد يتلى فلوس، خذ الفلوس هذه واستثمرها. تعال والله أخوي يوسف ما شاء الله فاتح له مشروع ناجح، ايش رايك اشاركك؟ فشاركت يوسف. انا ما لي علاقه بيوسف. اليوم الواحد فينا صوره الحديثه لها، اليوم الواحد فيكم قد يروح يشتري سهم. من يملك سهم اليوم؟ سهم واحد. زين، يملك سهم والله فيه. زين، مستثمرين عندنا اليوم. منو قال سهم؟ قلت سهم شنو سهم تملكه غير بيت تمويل؟ تكفى. ايه شنو؟ صناديق الريت. حلو، نوع من انواع الاسهم صناديق الريت. مجلس الاداره لما يجتمعون يقولون لا لازم يينا ولازم يوقع، ما لي علاقه في الموضوع. انا مستثمر احط فلوسي ونهايه كل سنه اخذ الارباح، شكرا، ما لي اي علاقه بما يحصل في الاداره او المشاكل. اليوم غالبيه الكويتيين عندهم اسهم في بيت تمويل، ولا ادري بيت تمويل وين بيفتح وين توسع والاداره اجتمع، ما لي شغل. انا مستثمر كل نهايه فتره احط فلوسي. ليش انا اقول لكم الاربع هذول جدا مهمين في الدخل؟ قلنا انتم واحد من هذولي، قد تكون اثنين من هذولي، قد تكون صاحب وظيفه وعندك مثل ما قلت انت الحين موظف وعندك اسهم، فصرت نوعين، صرت موظف ومستثمر. قد تكون صاحب وظيفه وبنفس الوقت عندك هوايه تقدمها. اليوم احنا نشوف بعض الدكاتره دكتور هو لكن في نفس الوقت عنده حساب في السوشيال ميديا ويطلع يعطي معلومات ممتازه ويجينا دعايه اعلان، صح ولا لا؟ وصار بهالطريقه قاعد يبني نفسه كسلف امبلوي، كمقدم خدمه، كمقدم حرفه. اليوم انت قد تكون افضل شيء انك تكون الاربعه هذول. قدرت توصل اربعه تمام، اذا ما قدرت توصل اربعه ثلاثه ممتازين، اثنين زين، لكن واحد مشكله. لان لو الواحد هذا باتر يو قالوا لك شكرا يعطيك العافيه الوظيفه ما نحتاجك احنا لاي سبب من كان، شو يصير فيك؟ في الغرب عندهم، احنا هني شوي الحمد لله الحكومه داعمه الموضوع هذا، في الغرب عندهم لازم يكون عندك رصيد 6 شهور في البنك يحميك اذا قالت لك الحكومه شكرا يعطيك العافيه مع السلامه، او قال لك صاحب العمل شكرا. احنا هني كويتيين ندري ان ما راح تفنشنا الحكومه، صعب يعني، لكن ما تدرون رؤيه الحكومه الجايه شنو. انزين، خلوني اسالكم سؤال. اليوم انتم متفاوتين بالاعمار، لكن السؤال كم تملك وكم تساوي؟ اسال نفسك سؤال، كم سنه صار لك في هذه الوظيفه في الطب؟ كم سنه صار لك؟ 10، 5 سنوات، 15؟ زين كم تملك؟ ترى انت ماليا، انا اتكلم ماليا وليس اخلاقيا، ماليا كم تساوي؟ صار لي 15 سنه في الطب، كم اساوي؟ شنو عندي من استثمارات؟ شنو عندي من اصول؟ ولا عندي مشتريات؟ طقت السياره اللي في بالي ورحت شريتها، وعندي الجنطه الكشخه، وعند شنو عندك؟ عندك مشتريات ولا عندك اصول؟ اسال نفسك سؤال هذا. الغريب ان في ناس يمضون في هذا العمل 15 سنه و10 سنوات، مو بس انه هو صفر، هو اصلا بالماينس بالسالب، هو مطلوب عليه قرض ب 40,000 و50,000، يعني لي مو بس انه ما بنى لا شيء، ايضا هو بالسالب. فسؤال جدا مهم لازم تسال نفسك، انا اليوم ماليا كم اساوي؟ 100,000؟ انا بسالك السؤال، من يعتقد نفسه يساوي 100,000 اليوم ماليا؟ عادي ترى اللي بيقول يقول، يعني عندك اصول تساوي 100,000. ما عندي؟ زين، ها ممتاز، واحد. زين، من عنده اصول تساوي 50,000؟ زين، اثنين. من عنده اصول تساوي 30,000؟ 15,000، هذا مبلغ بسيط يعني، اوكي 15 سهل. ها زين، منو بالماينس؟ منو بالسالب؟ منو فيكم مديون وديونه اكثر من اصوله؟ ترى هذا مو حالكم، هذا حال المجتمع الكويتي كله مع الاسف.
بل المجتمعات كلها. خل أقول لكم من قرأ هذا الكتاب أغنى رجل في بابل. خل نطلع في قصة من هذا الكتاب وهي قصة جدا جميلة وبسيطة وتبين لنا شلون أن الادخار والاستثمار سهل لا نصعب على نفسنا. أغنى رجل في بابل كتاب جميل كتب في عام 1920 أعتقد، يعني قديم مو جديد، وما راح أرجع عليكم لكن راح أقول لكم قصة منه. القصة تقول كان هناك رجل اسمه أركاد. قبل أركاد اثنين ربع قاعدين، هذا عمره 50 وهذا عمره 60، بو 50 قاعد وزعلان وفلوس ما عنده، مخباته تصفر. فيا أبو 60 رفيجه اللي كان يلعب معه صغير قال يا فلان عندك شيء تسلفني؟ قال يا معود وين عندي فلوس، انا مخباتي فاضيه وين عندي فلوس. فقال يعني انت مخباتك فاضيه وانا مخباتي فاضي، ايش الحاله اللي احنا عايشينها؟ نمين تعلم. فقال له طيب شو نسوي؟ قال له تصدق كان معانا صديق يلعب معانا واحنا صغار بالحاره وغيره، كان معنا صديق يلعب معانا اسمه أركاد وكان نفس حالتنا، لكن اليوم هو اغنى رجل في بابل. تعال خلينا نجمع ربعنا اللي كانوا صغار معنا ونروح نساله يبا شلون صرت اغنى رجل في بابل. فعلا جمعوا ربع راح حق أركاد هذا، عزمهم على عشاء وهم قاعدين تعشى وقال له يا أركاد احنا جايين نسالك سؤال، كيف اصبحت اغنى رجل في بابل؟ فرد عليهم قال لهم اقول لكم بس ما تضحكون. قال لا مو جايين نضحك احنا. فقال لهم ادخر عشر مالك، 10% من فلوسك من راتبك ادخرها. فقام كل واحد فيهم يطالع الثاني، احنا لاقين درب وهادين اهلنا وعيالنا عشان تقول لنا ادخر 10، سهله الكلمه هذه نبي صدق، اكيد خاش لك سر انت ما تبي تقول لنا اياه، قول لنا صدق. قال ايه ادخر 10 مالك، كل 10 قطع ذهبيه، طبعا في يتكلم عن زمانهم، كل 10 قطع ذهبيه فضيه برونزيه شيل قطعه. وبعدين فقال لهم خل اقول لكم قصتي. شنو قصتي؟ فقال يوم من الايام كنت اعمل في كتابه الالواح الطينيه، فياني تاجر من تجار بابل الاغنياء، فقال لي هذا التاجر اريد ان تنهي لي هذا اللوح او هذول اللوحين بسرعه بيومين، صعب طبعا. فقال طيب انهي لك اياه، شنو لي؟ فقال لأ إن انهيتهم لك قطعتين فضيتين، طبعا هذا كان يساوي اضعاف الاجر الطبيعي. فوافق وظل يشتغل ليل مع نهار عشان يخلص اللوحين هذول، لكن في نهايه اليومين ما استطاع ان يخلصهم. فيا للتاجر واركاد كان تعبان وقال له للاسف ما قدرت اخلصهم. قال الحين انا اعطيتك اجر اعلى من الاجر المفروض تاخذه وهم ما قدرت اخلصهم، حقك علي، تعطيني ليباتر بس ليباتر واخلصك اياه. قال لا ماشي، شنو الاتفاق؟ قال له بس راح يتغير الاتفاق. شنو الاتفاق؟ ما بفلوس. زين شنو تبي؟ اريك تعلمني كيف اصبحت من اغنى تجار بابل. فضحك التاجر قال والله هذه صفقه قويه يا أركاد، يعني انت قاعد طالع لبعيد. طيب اتفقنا خلاص، بس باثر ينتهي اللوح. نعم. ثاني يوم بعد ما انهك أركاد في صناعه هذا اللوح، يا له التاجر وأركاد على وجهه ملامح التعب والشقة وعطى اللوح، فقال له هذا اللوح الان اجبني كيف اصبحت من اغنى اغنياء بابل. فقال له التاجر يا أركاد ادخر 10 مالك، بسيطه، نفس الصدمه اللي كانت مع اصحاب أركاد. أنا صار لي أمس أشتغل كله أخسي تقول ادخر 10. قال يا أركاد ادخر 10 مالك وأشوفك يا أركاد السنة الجاية. وفعلا راح التاجر ويا بعد سنة. فقال حق أركاد ماذا فعلت يا أركاد؟ قال أبشرك نفس ما قلت، نفس ما وصيت، جمعت 10 مالي، كل 10 قطع أشيل قطعة، كل 10 قطع أشيل قطعة. فيقول جمعت 10 مالي، طيب وبعدين؟ وفي نهاية السنة صار عندي فلوس، جمعت ربعي كلهم وعزمتهم على وليمة كبيرة. فقال له التاجر يا لك من أحمق يا أركاد، لقد أكلت عبيدك. طبعا هو يقول عبيدك بمعنى أن هذا المال هو اللي يشتغل لك. فقال له يا لك من أحمق يا أركاد، لقد أكلت عبيدك، أكلت أموالك، شغال طول سنة عشان تأكلهم. قال له شو أسوي؟ قال له استثمر، اجعل عبيدك يأتون لك بعبيد آخرين، خل فلوسك تشتغل. وفعلا قال له أراك السنة الجاية. وراح التاجر ويا بعد سنة وقال له ها ما صنعت يا أركاد. وأركاد حزين في هذه اللحظة، فقال له جمعت فلوس طول السنة لكن حطيت فلوسي عند صاحبي صديقي صانع القرميد، واحد يصنع القرميد فوق البيوت. فقال له وضعت أموالي عند صانع القرميد، ليش طيب؟ قال بنسوي صفقة، بيروح بلاد فينيقيا ويجيب قطع من الذهب والألماس والحركات هذه.
كان يقول له يا لك من أحمق يا أركاد، صانع القرميد إيش دخل في الذهب والمجوهرات؟ وفعلا انقص عليهم في هذه التجارة. نطلع شوية، هذا ذكروني كل اثنين قاعدين بالدوانية قالوا حق بعض ها ايش رايك نفتح محل كذي، نفتح المطعم الفلاني، وهم اثنين هم ما يعرفون اي شيء في هذا المجال. فربع بدوانية يتفقون يفتحون مشروع وهم ما عندهم اي معلومة في هذا المجال. فقال له طيب ماذا افعل؟ قال لا، اذا بيت تحط فلوس حطها عند واحد يفهم، واحد عارف بالشغلة. وفعلا تركه سنة ورجع له بعد سنتين، هالمرة بعد سنتين، فقال له ماذا صنعت؟ قال له لا ابشرك المرة هذه الامور تمام. سويت؟ قال له جمعت فلوس وهالمرة شاركت صانع النحاس. ليش؟ عنده صفقة نحاس يبي يجيبها وقاصر عليه فلوس، فشاركته ولما ياب النحاس اشتغل فيه وربحته وربح هو. قال له الان يا اركاد، الان يا اركاد الحين بلشت تفهم، ادخر استثمر، استثمر صح. زين، مو هذا اللي خلى اركاد يصير غني؟ شو اللي خلى اركاد يصير اغنى رجل في بابل؟ قال له هذا التاجر، قال له يا اركاد انا كبرت في العمر واحتاج واحد يدير فلوسي وتجارتي، شرايك تشاركني يا أركاد؟ عيالي ما منهم فايدة، شرايك تشاركني؟ فوافق أركاد. خلوني أسألكم سؤال، الفرصة هني جت لي أركاد ولا جت للتاجر؟ الاثنين. لكن التاجر هو اللي كان محتاج لأركاد، لأن أركاد مع مرور الوقت حتى لو ما جت له الفرصة هذه كان راح يكبر، لأنه خلاص تعلم ومسك خط مثل ما نقول، تعلم عرف شلون يشتغل. وهذه كانت قصة أركاد، استثمر ادخر، استثمر استثمر صح، لا تستثمر غلط. واحد يطلع من وظيفته معاش تقاعدي نهاية الخدمة 30 40 100 ألف، ها يقعد بالدوانية شو يسوي؟ يروح يشتري سهم واحد، يقط فلوسه كلها في سهم. إذا تعلمت البورصة؟ لا. تعرف شلون تشتغل بالبورصة؟ لا. تعرف شلون تحلل السهم؟ لا. إذا شلون ياك طاوع قلبك إنك تقط فلوسك في هذا السهم؟ هذا حال ترى وايد من المجتمع، لو أقول لكم قصص على قولتهم يشيب لها الرأس. من أول الخطوات عشان الواحد فينا يبدأ يشتغل صح، إحنا دائماً نحب نقعد في منطقة الراحة في كل حياتنا، في تجارتنا، في استثماراتنا، بل حتى في وظيفتنا. واحد موظف تقول له تعال إيش رأيك تروح المستشفى الفلاني، تشتغل في المستشفى الفلاني هذا وراح يجيك بدل على هذا الموضوع. خلني معود شحراتي رئيس قسمي أحبه وخوش واحد وزين متفاهم وياه. هذا حالنا، احنا ما نبي نطلع برا منطقه الراحه. منطقه الراحه مالتنا هي نفس الكلام، انت طول ما انت قاعد في منطقه الراحه ما راح تتعلم، لكن اول ما تيجي تبي تطلع برا منطقه الراحه يجي لك السؤال هذا، انا اقدر؟ هل اقدر اطلع برا المنطقه هذه؟ دائما الواحد يضع لنفسه الاعذار، لا ما راح اقدر، راح افشل، ما راح اقدر اسوي شيء. فلا يعني نجد حق نفسنا الاعذار او اراء الناس الغرب تاثر علينا، لكن فقط لو قدرنا نطلع خارج منطقة الراحة إلى منطقة الخوف وهي منطقة جديدة تونا متعلمين، راح نستمتع في المنطقة دي، ثم نطلع منها إلى منطقة التعلم. تلقى هذا الشخص اللي بلش يطلع هني يدش دورات، يتعلم، يقرأ كتب، خلاص حب الموضوع، بعدها يدش منطقة النمو. منطقة النمو تلقى هذا الشخص إذا فتح له مشروع، لا الحين ما يكفيني مشروع، عطني مشروع ثاني ثالث رابع، لا تخليني معلق خلاص في هذه المنطقة. تصير منطقة الراحة مالته وين؟ هذه منطقة الراحة مالته. فاليوم احنا عشان ننجح في اي شيء اليوم لازم نخرج خارج منطقة الراحة مالتنا. مرة حطيت بوست في الانستغرام وكتبت فيه معاشك ما يكفيك، اطلع من سكنك وروح سكن ابعد ووفر فلوس السكن هذا. اليوم عندنا بعض المناطق الخارجية مثل صباح الاحمد ولا المطلع، اجار الشقة شكبرها او البيت بعضهم يمكن 200-300 دينار، وهذا معاشه 1000 دينار ومأجر 600 دينار. اطلع، تدرون شنو كانت تجيني الآراء؟ اللي بوفره هني بقطع البنزين، ربعي وناسي وكلهم أصدقائي كلهم في المنطقة الفلانية. لازم نصنع حق نفس الأعذار، ما عنده مشكلة يتسلف ويقترض ويأخذ ديون، لكن ما عنده مشكلة أنه يقعد في منطقة الراحة مالته. ولذلك منو مصري هني؟ إخواننا المصريين، المصريين عندهم هذا، يقول لك تعال اطلع روح شركة ثانية، خصوصا الغرب عندهم عادي ان تروح. احنا قلنا الحكومة الحمد لله وظيفتك من هنا لما تقاعد، فيقول لك انا لسه هطلع ولسه هروح واتعرف على ناس يدد لا يا معود خلني في مكاني احسن لي. ولذلك اليوم خلني اسألك سؤال، شنو خطتك المالية انت اليوم؟ هل هي كوبي بيست احد غيرك؟ بمعنى اصح
من مفكر يعيش حتى يتقاعد بعد 30 سنة؟ أتوقع الأطباء 30 سنة ولا كم؟ 30 سنة. من حاط في باله أنه يعيش ل 30 سنة ثم يتقاعد ثم يدور لمزرعة ويعيش في المزرعة هذه إلى أن يموت بعد عمر طويل يعني إن شاء الله؟ من حاط في باله الخطة هذه؟ هذه خطة غالب المجتمع ترى، أن بعد ما أتقاعد تنتهي حياتي، خلاص خلني أعيش حياة حلوة هادية. لكن اليوم أنت تقدر تبني لك خطتك الخاصة بأن لا. ولذلك أغلب الأثرياء ما عندهم سن تقاعد، يعني ما في واحد يتقاعد من شركته، ما عنده سن تقاعد. ليش؟ لأنه يحب هذا الشيء، هو مستمتع وهو يعيش هذا اليوم، مستمتع لما يقوم الصبح ويروح شركته مستمتع، ما عنده سن تقاعد. ومع الوقت حتى لو طلع من الإدارة يصير شنو؟ مستثمر. أنا طلعت من الإدارة خلاص ما أديرها بس أنا مستثمر. فلذلك لا تقلد غيرك، مثل ما قلنا يوم قال روبرت كيوساكي 85% من الناس ترى في موضوع الموظفين، لا تقلد غيرك، الوظيفة جزء من الحياة وليست كل الحياة. نظرية صمونة الفلافل، أغلب المجتمع عندنا اليوم أول ما ينزل المعاش مطاعم كشخة، ثاني 10 أيام من الشهر ها مطاعم تصير فاست فود، آخر 10 أيام يصير شنو؟ فلافل، نخي، باجلة، هريس، صح ولا؟ ليش؟ ليش احنا بشكل عام احنا ليش نصل لهذه المرحله؟ سوء اداره منه. انت اليوم لما اعطيك راتبك كامل اليوم لو انت يعني مدرب نفسك قسمه صح. اليوم انت لو ركبت الطياره وعارف ان عندك مشوار بعد الطياره شغل وتلفونك اعطاك الالارم انه باقي 20% بطاريه، شو تسوي فيه؟ ها تسكره؟ لا تسكر، هذه قديمه نوكيا، الحين خلاص الحين في شيء اسمه وضع توفير الطاقه كذا. فايش تسوي؟ تحطه في وضع توفير الطاقه. شنو وضع توفير الطاقه هذا؟ يسكر الانستغرام، يسكر الواتساب، اي شيء يصرف طاقه يسكره. ليش؟ يخليك مركز على الاشياء الاساسيه في التلفون عشان يحافظ على البطاريه اكبر وقت ممكن. انت اليوم لازم تفعل وضع توفير الطاقه في معاشك في راتبك، مو اول شهر تصرف واخر شهر مصروفك غير. انا اقول لكم هذا الشيء لان أنا أشتغل في قطاع المطاعم، فأنا أعرف سلوكيات الناس في الشراء، أعرفها، أعرف متى يرتفع البيع ومتى ينزل وغيره بناء على الراتب. اليوم إحنا مو بس بصمونة الفلافل، أنا أستغرب من بعض المجتمع اليوم إذا أخروا له راتبه يزعل ويتضايق. إحنا اليوم إذا قالوا والله في رمضان فبنأخر الراتب يومين يزعل ويتضايق. والمشكلة مو هني، المشكلة إذا جدموا الراتب هم يزعل، يعني هو كنا مضبط نفسه على يوم الراتب فيتوهق إذا جدموه ولا أخروه يتوهق. طيب فمعنى هذا كيف الواحد يكسب المال وهو نائم؟ أول شيء الفكرة تكمن في تحقيق الدخل السلبي أو الباسيف إنكم أو الدخل الساكن. شنو هو الدخل السلبي؟ قلنا هو النقطة أو الاستثمار اللي فلوسي هي اللي قاعد تشتغل لي، مو أنا قاعد أشتغل أقايض مالي بمال وليس أغايض وقتي بمال. وذلك نفس السؤال، ما هو الدخل السلبي؟ قلنا هو الدخل الذي لا يعتمد علي بل على أموالي وأصولي. وراح أضرب لكم مثال جدا جميل، خل أضرب لكم مثال. شو اسمك بالخير؟ عمر، والنعم يا عمر. عمر هو الشخص الغني، مبارك هو الشخص الفقير، زين؟ فعمر ومبارك قرروا يشترون سيارة، اثنينهم قرروا يشترون سيارة. لكن خلينا نشوف شنو فرق عقلية عمر الغني أو الثري عن عقلية مبارك الفقير، وبعدين قولوا لي أنتوا أي عقلية فيهم. مبارك وعمر، مبارك لما قرر يشتري سيارة عنده 20,000 دينار راح وشرى فيهم سيارة، انتهت القضية، ما يحتاج شيء. لكن عمر لا، قال لا ما أشتري سيارة بالطريقة هذه، أنا أروح أشتري أصل، أسهم، عقار، أي إن كان، أشتري أصل بفلوس الأصل اللي قاعد تنتج اشتري سيارة بالقسط، ما عندي مشكلة. فمبارك شر سيارة، عمر شر أصل بفلوس العائد مال الأصل هذا قام يشتري له السيارة اللي يبيها. خلينا نشوف مع مرور الوقت بعد 5 سنوات كل سيارتي وسيارة عمر اثنين نزلت قيمتهم، ولكن بعد 5 سنوات مبارك يمتلك سيارة اليوم قيمتها 5,000 6,000 على حسب نوع السيارة، بينما عمر يمتلك نفس السيارة. لكن خلني مبارك انتهت قصته، عمر يمتلك استثمارات مع نمو الخمس سنوات تساوي 30,000 دينار، عمر يمتلك دخل شهري فوق معاشه 200 دينار من الأصول هذه، عمر يمتلك سيارة ويمتلك أصول ويمتلك أسهم ويمتلك راتب إضافي تقديريا 200 قد يكون أعلى.
نفس المبلغ مبارك شرى فيه سيارة ستانس. شنو نقول يعني؟ نقول الواحد هني دائما يحاول يركز على الأصول، وهذا بنيها بعد شوي. فمنو فيكم عمر؟ منو فيكم مبارك؟ كلكم مبارك؟ ها عمر؟ كيف؟ طيب خلونا نشوف هذا في كتاب الأب الغني والأب الفقير، لما تقرون راح تلقون النقطة هذه. شو يقول؟ يقول روبرت، يقول هذا التدفق النقدي حق واحد فقير. وترى على عفوا لما أنا أقول شخصية الشخص الفقير، لما أقول لك أنت شخصية الشخص الفقير، مو ما هي مسبة، بس هي عشان تصحى وتركز وتبدأ تحول الشخصية لشخصية ثانية. فيقول روبرت هذا جدول حياة واحد فقير أو شخصية الشخص الفقير. عنده وظيفة قاعد دخلها راتب، أنا في ليزر بس هني ما يشتغل. عنده وظيفة دخلها راتب، ومن الراتب هذا يصرف على أجار البيت، مصاريفه، التزاماته، ملابسه. زين، مربع الأصول والالتزامات فاضي، ما عنده أصول، هذا عقلية إنسان فقير. بينما عقلية الشخص المتوسط، ها الحين ما وصلنا حق الثري أو الغني، واحد متوسط شنو؟ لا، هذا الشخص عنده وظيفة قاعد دخلها راتب، لكن يجزئها، فجزء يصرف وجزء يشتري فيها أصول، والأصول هذه هي اللي قاعد تصرف على منه، على استهلاكياته ومصاريفه وتكاليفه من الأصول اللي هو قاعد يشتريها. فمستمر كل شهر قاعد يشتري أصل، كل شهر تلقاه يشتري أصل مكمل، بس للحين موظف الريال. هذا عقلية رجل قاعد يحاول يصير ثري، بينما عقلية الغني أو الثري لا، هذه عقلية منفصلة، هذا خلاص ما عنده وظيفة، هذا وصل إلى مرحلة الحرية المالية. أن شنو؟ أن أنا واني موظف، أنا شريت أصول خلاص وانتهى الموضوع، واليوم أصولي هي التي تصرف على تكاليفي ومشتريات وغيره. ولذلك نفس الشخص وارن بافيت في مقابلة، آسف، روبرت كيوساكي في مقابلة له، فسألوه سؤال، قال زوجتك طلبت منك سيارة فراري، فعلا يعني هذه قصة حقيقية، زوجته طلبت منه أن تبي سيارة فراري، فيقول ما شريت لها سيارة فراري، رحت شريت لها بيت في أمريكا، وأجار البيت هذا ندفع فيه قسط الفراري. بعد مدة الفراري ملك والبيت ملك، العقلية تختلف. فهذه عقلية الرجل الغني اللي باكر قبل التقاعد، بعد التقاعد، أثناء التقاعد نبي نوصل لها. ولذلك خلوني أسألك سؤال، ما هي الحرية المالية؟ من يجاوبني؟ شنو الحرية المالية؟ أنك ما، ممتاز جميل اختصرتها، أنك ما تفضل معك صح، بس نبي تعريف ثاني. دخلك أكثر من حاجتك، حلو، حلو، ممتاز. خلونا نأخذ مثال يوضح لنا الموضوع. الحرية المالية، نرجع حق مبارك. مبارك قدم استقالته اليوم، خلاص قال كفاية وبس وكذا، قدم استقالته وعنده 2000 دينار توه نازلت له معاش، لكن مبارك مصاريفه 1000 دينار بالشهر. مبارك حر ماليا لمدة كم؟ شهرين. فمبارك يستطيع أن يعيش شهرين حر ماليا. وعلى فكرة هذا الأجانب يسوونه الحين، أقول لكم يا زين. مبارك قدم استقالته وعنده 10,000 وعنده مصاريفه 1000 نفس ما هي، كم يستطيع أن يعيش مبارك؟ 10 شهور، ممتاز. مبارك عنده 1,000,000 دينار وقدم استقالته ومصاريفه 1000، كم يعيش؟ لا، 100 شهر، لا، 1000 شهر، بمعنى كما ذكر في القرآن 84 سنة. مبارك راح يصير يعيش 84 سنة، بس هم خلاص انتهت 84 سنة. وبعدين هي نفس المعادلة، طول ما أنت قد تأخذ من هذا المصدر راح تنتهي فلوسك، حلو. ولكن خلنا نقلب المعادلة مرة ثانية. مبارك كان عنده أصول أسهم، عقار، يدخل له 800 دينار كل شهر، مصاريف مبارك 1000. فمبارك هنا محتاج أن يقلل من مصاريفه عشان تمشي الدنيا، فلازم يقلل مصاريفه. مبارك نفسه لا، عنده أصول كونها وهو موظف 1000 دينار بالضبط، ومصاريفه 1000. مبارك حر ماليا إلى متى؟ مدى الحياة. لكن ها، مبارك مضطر وملتزم أن يعيش على المصاريف 1000، يعني لو يوم يزيد مصاريفه يتعب خلاص. بس هو هني رياضيا مدى الحياة.
بينما مبارك لو كان عنده أصول تدخل 2000 دينار وعنده مصاريف شهرية 1000، مبارك هني مو بس حر ماليا لمدة مدى الحياة، مبارك عنده 1000 زيادة كل شهر يقدر يزود من رصيده في أصوله، يستثمر 1000 زيادة ويقدر يكون عنده قرار أن يزود مصاريفه. فمبارك هني راح يكون حر إلى أبعد مدى ممكن، ولذلك الحرية المالية هي الفترة التي تستطيع أن تعيش فيها من غير وظيفة. فكل واحد يسأل نفسه سؤال، كم الفترة الحين لو أنا رحت وقدمت استقالتي الآن، كم الفترة اللي أقدر أعيشها؟ الأجانب عندهم قلنا لأن هناك الوظائف غالبيتها مو حكومية، فعندهم لازم يكون عنده حساب طوارئ، حساب الطوارئ هذا فيه 6 شهور لأي سبب كان، راعي الشركة فنشني لسبب ما، فعندي 6 شهور اللي هي الفترة اللي تسمح لي أني أدور على وظيفة ثانية. إحنا ما عندنا شيء هذا، ولكن لازم يكون عندي حساب طوارئ. إنزين، فالدخل السلبي هو قلنا مثل المرحلة اللي نقدر نعيش فيها من غير ما الدخل الحرية المالية، المرحلة اللي نعيش فيها من غير ما نحتاج إلى الوظيفة. إنزين، من قرأ الكتاب هذا؟ كتاب جميل، قرأته؟ واحد بس؟ لا، أنتوا يبي لكم نفضة قراءة صراحة. إنزين، كتاب سيكولوجيا المال، كتاب جميل جدا، يتكلم كيف الناس تتعامل مع المال. فالكتاب جميل جدا صراحة، أنصحكم فيه. يتكلم شلون إحنا نتعامل مع المال. أغلبية المال أو تعاملنا مع المال بسبب عاداتنا الاجتماعية، وراح أقول لكم شلون. يقول إن من أكثر الأشياء التي تزيد من صرفك اليوم وتستهلك جانب كبير من أموالك هي المقارنات الاجتماعية. شنو يعني مقارنات اجتماعية؟ المقارنات الاجتماعية معنى ذلك أن إحنا اليوم أساسيات الحياة ترى ما تأخذ من راتبك أكثر من 45% إلى 50%، اللي هو السكن، أنك أنت مأجر سكن، هذا إذا افترضنا أنك مو ساكن عند أهلك، والأكل. طيب هذول يأخذون 45%، و55% كلها مصروفة على متع الحياة، وما في مانع طبعاً استانس، ولكن الغلط أنه يكون قلنا ما عندي لا ادخار وأني قاعد أكل من راتبي. خلي أقول لكم مثال، منو فيكم هنا عنده سيارة صينية؟ 1 2 3 حلو، 3 صينيين. الباجي ليش ما عندك سيارة صينية؟ ليش مو صينية؟ ما بي أغامر. والياباني يعتبر أصلاً مستعد تدفع زيادة عشان ما تأخذ صينية. اليابان اليوم ب20,000 مثلاً على سبيل المثال، مستعد ما تدفع 10,000 على سيارة صينية وتأخذ الياباني؟ أغلى. مستعد. ها، ليش ما عندك سيارة صينية؟ أمريكي. زين، حلو. كل كلامكم صح، لكن ليش ما نظرتوا إلى جانب المادة؟ الفلوس. اليوم سيارة صينية اشتريها ب7,000 8,000، أكشخ سيارة صينية اشتريها ب10,000، بينما الياباني والأمريكي احنا قاعد نتكلم عن فوق 18,000، 20، قد يكون 25,000. إنزين، صح الكلام اللي قلتوه، لكن باب المادة بسعر هذا أنا أشتري سيارتين. ليش ما حد يتكلم من النقطة هذه؟ المقارنات الاجتماعية. ها؟ اليوم جيلي هي تمتلك فولفو. تخيل، فولفو السويدية، من يمتلكها؟ جيلي الصينية. وبراءات الاختراع لجيلي لفولفو سيفتي كلها تملكها جيلي. السيفتي اليوم عند الصيني ممتاز. وشو اللي خلى الرسيل يصف في مصلحة الياباني ويترك الصيني؟ نرجع إلى نفس النقطة، المقارنات الاجتماعية. اليوم أنا لو أسوق سيارة صينية أنظر أنها منقصة، صح ولا؟ أشوف أن يعني أنت أحسن تأخذ شيء جودة، صح ولا؟ إحنا هذه نظرتنا اليوم. فهذه الجملة قلتها في أحد الدورات، فقلت منو عنده سيارة صينية؟ ففي أحد الحضور قال أنا عندي سيارة صينية. فقلت له شنو سيارتك؟ فقال لي شنجان. فسألت سؤال، قلت له شلونها؟ قال ممتاز وعملية. بعد كانت في جمعية المهندسين الكويتيين، فبعد ما خلص دورة ياسر يسلم عليه قال لي معك رئيس الجمعية وبنفس الوقت أنا أملك شنجان. قلت له أشوي معود أني ما طبيت بالسيارة. بس القصد واحد، أن اليوم
احنا لان نرى ان السيارات الصينيه هي اقل درجه، هذا طبيعي. مو بس ترى هذا، في الملبس، في بيوتنا، في الاكل، كلنا نشوف ان المقارنات الاجتماعيه هي اللي تحدد خط حياتنا. خل اعطيكم مثال، فكر معي اليوم لما تختار منطقه بيت او شقه في المنطقه الفلانيه، على اي اساس انت اخترت المنطقه الفلانيه؟ اهلي وناسي هناك، صح؟ برهم الخدمات، ممتاز. لكن انزين ليش ما اروح ابعد واوفر؟ لا لا لا، احنا عندك فلوس، ما اعترض انا على النقطه هذه. المشكله ان احنا نتكلم عن الناس الغالب انه ما عنده فلوس، مستعد يقترض زياده عشان يعني يوصل للمرحله هذه. اليوم اللي داشين البدلات الاسكانيه عارف النقطه هذه، يبدل مع واحد ثاني وياخذ ارضه ويدفع له 50,000 بدل وما عنده ال 50,000، راح متسلفها. ليش؟ لان لا، البيت هذا واجه حق المستقبل، انت عيش اليوم، انت ما عندك فلوس اليوم. هذه طريقة المقارنات الاجتماعية. اليوم احنا نركب السيارة الفلانية لانها مقارنات، ربع الامريكي يعيبون على الياباني، ربع الياباني يعيبون على الامريكي، والصين برا اللعبة، الصين خالصين منها. اليوم انت تختار الايفون ليش؟ اليوم ترى في دراسة صارت في بريطانيا ان اغلب الناس اللي يستعملون الايفون، 64% من الناس اللي يستعملون الايفون ما قاعد يستعملون عشان كاميرته حلوة، عشان يستعملون عشان علامة التفاح اللي وراء بس. حتى في الافلام يطلعوا لكم اللابتوب وهذا يطلع لكم علامه التفاح، لازم يزرع لك اياها ان هذه ماركه عالميه قويه. انت لما تاخذها قاعد تحس بشعور الانتشاء، انت مستانس لما تملك الايفون. لبسك من وين تلبسه؟ مقارنات اجتماعيه. اليوم حتى يعني من مقاطع هني زي الكل مقاطع. طيب اليوم قبل المقاطعه كنت لما تروح تشتري قهوه من ستاربكس، اول شيء يسوون الناس خصوصا الحريم، اول شيء يصورونها ويحطونها في سناب. ليش؟ لا هي اقوى قهوه ولا هي غاليه، ترى بدينارين بالاخير، بس شنو اللي خلى اني اصورها وانزلها في سناب شات مثلا؟ مقارنه اجتماعيه. انا يعني مره زوجتي قالت لي امشي هروح المطعم في الافنيوز، مطعم جديد فاتح. ليش؟ لان الناس كلها حاطينها في سناب شات وفي ستوري، ما ستوري، كل الناس حاطينه. فش اللي خلى زوجتي تقرر ان نروح المطعم هذا وطلع مطعم فاشل؟ بسبب المقارنات الاجتماعيه. السنه طافت نفس الكلام، قالت لي زوجتي متى نروح تركيا؟ قلت لها وش معنى تركيا؟ لان الكويتيين كلهم راحوا تركيا السنه طافت. مقارنات اجتماعيه، اغلب شيء يخلينا نصرف فلوسنا هي المقارنات الاجتماعيه. انصحكم بالكتاب، جدا جميل، يعني نصيحه. زين، راقب مصروفاتك. من الاشياء اللي تخليك تبدا تدخر صح هي مراقبه مصروفاتك. راقب مصروفاتك، لان لما تراقب مصروفاتك راح تعرف وين تروح فلوسك. منو ساكن اجار هني؟ ممتاز. كم اجارك؟ 380. من رفع ايده بعد نشوف كم اجارك؟ 58. بعد من رفع ايده اخر واحد؟ 500. زين، كلنا ناكل مطاعم، كم تصرفين على مطاعم بالشهر؟ كم تصرف على المطاعم؟ لا انا ببي الكويت، خليك من الدوحه. الكويت هني شهريا كم تصرف على المطاعم؟ يعني ما بي. ها، ليش انا ما بي كلمه يعني؟ وليش ما بي السكوت هذا؟ لان انتم عارفين كم اجاراتكم بس ما تدرون كم تصرفون على المطاعم. وما الجبال الا من الحصى. الدينارين مطعم والثلاثه والاربعه. في بعض الناس لما بلشوا يراقبون مصاريفهم اكتشفوا ان مصاريفهم على المطعم اكثر من اجار بيتهم. مصروفه على القهوه اكثر من بنزين سيارته، وبنزين سيارته اساس والقهوه مو اساس. فراقب مصاريفك. اليوم لما اقول لك انت كم تصرف على ماتشلتك الجمعيه، قد شوف هو تقريبا بين السعر هذا، ما في تقريبا، وصدقني تقريبا انت غلطان، لكن احنا ما عندنا علم. اليوم خدمات الانترنت سهلت لنا الموضوع. اليوم تروح تصب بنزين والريال يعطيك ماكينة البنزين وتدفع بالباي بال او بالابل باي وغيره، وانت ما تدري كم السعر اللي دفعته. تدفع وتمشي وتحرك وانت ما تدري كم دفعت. شنو اللي خلى العمليه هذه؟ قبل كنت لما تدفع لانه كاش، فلما تدفع تعرف الخرده اللي ردت لك، في مراقبه للمصاريف. اليوم لا، امي الله يحفظها لان كنت ادش عليها تو طالعه من الجمعيه، شاره من الجمعيه عندها اوراق وتسجل هذه الفاتوره، لا قص علي الكاشير، خذ مني زياده.
احنا اليوم نروح الجمعيه ونشتري واذا قص علينا الكاشير والله ما تدرون انه قص عليكم. شو اللي خلى هذا الشيء؟ مراقبه المصاريف. من اول اسس عشان تبدا تدخر صح راقب مصاريفك، وفي تطبيقات وايد مناسبه انك تراقب مصاريفك. في عندنا مثلث الادخار كما يسمى، وهو مثلث جدا مهم، هو اللي علمني انا شلون اعيش حياتي المفروض. رقم واحد مثل ما قال صاحبنا انزين، قال ادخر 10 مالك 20% كيفك ادخر. طبعا الحريم غير الريايل، الحريم يقدرون يدخلون اكبر من كذي، وهذا راح نيها بعد شوي. بعدين بلا ديون، اول شيء تسوي تسكر ديونك. لا تقول يعني انا تعبت من هذه النقطه مع بعض الناس، يقول بس قرض حسن يسكره. قرض حسن شنو مشكلته يعني؟ في ناس يقول قرض حسن، كنا القرض حسن عادي تاخذه، ما انت بحاجه له لا تاخذه. احنا اليوم تعودنا ان نعيش الديون، ترى احنا قاعد نلحق، احنا في كل شيء نلحق امريكا او الغرب، فهم هناك عندهم الديون الطلابيه وكلها في اعلى مراحلها، احنا حتى هني متعودين ان نعيش على الدين. اليوم عندنا الفيزا دين علينا، اليوم حياتنا يا عندنا قروض. مره من المرات في احد المحاضرات في احد الدورات كنت اتكلم، ففي واحده معاشها 1400 دينار وغير متزوجه، فقلت لها وعليها اربع قروض. واحد من القروض كان الى اكسايت الغانم، تلفون شريته بالقسط. قلت لها ليش شاري تلفون بالقسط؟ لا مسؤوليات لا ياهال لا هذا، ليش شاري بالقسط؟ يقول ما ادري، قلت اشتري بالقسط وخش الفلوس. قلت له وش سويت بالفلوس؟ عسى استثمرتيها. بس احنا نحب الدين عكس الاوليين، كان يقولون دين حمات عين والسلف تلف. احنا اليوم نحب الدين، كل ما طلع بنك وقال لنا اخذ دين، لا الحين بعض البنوك بعد بدعوا قام يقول لك لا تاخذ دين، نعطيك جزء من راتبك الجاي، نعطيك اياه الحين ونسحبه كامل ان شاء الله وتعيش في دوامه. فاول شيء قبل الاستثمار سكر دينك، حاول تستعجل في اغلاق الديون. اثنين بعد ما نخلص استثمر. فالحريه الماليه هي طير، والطير هذا له جناحين، جناح الادخار وجناح الاستثمار. ما ينفع بس ادخر ولا ينفع بس استثمر. انزين، اول قاعده عندنا قاعده حلوه زين نقدر نبلش فيها، هي قاعده 70 20 10، او نوضحها بطريقه افضل 70 15 10 5. شنو هذه يا مبارك؟ واحد، 70% هي مصاريفك. ولا ارجع واقول هذا كلام موجه حق الريال المتزوج عنده عيال ساكن برا، اذا انت اقل من هذه الفئه فوفر اكثر. هذا كلام موجه حق ريال متزوج عنده عيال ساكن برا مأجر. 70 مصاريفك، زين. 20 استثمار، كل شهر استثمر في اصل من الاصول، اسهم. اليوم تقدر تشتري اسهم وانت قاعد هني، تقدر تشتري اسهم. اليوم تقدر تشتري عقار، تخيل 20% 200 دينار تشتري عقار، هذا قبل ما تصير، اليوم تصير. تقدر تشتري عقار ب 200 دينار وكل شهر تشتري عقار ب 200 دينار. اليوم استثمر ب 20%، زين. و 10% ادخار. شنو يعني ادخار؟ ادخار على ملذاتك. شنو يعني؟ يعني اليوم انا ودي اشتري تلفون، احنا شنو نسوي؟ نروح ونشتري التلفون من معاشنا ونضيق على نفسنا في المعاش هذا. خلوني اسالكم سؤال، رمضان الله ان شاء الله يجعلنا من الحيين فيه، باقي عليه 10 ايام، اقل بعد من 10 ايام، والعيد وراء، وليال العيد بنطلع عيادي صح ولا لا؟ من وين بتطلعون العيادي؟ من المعاش. ابيكم، ابي واحد يقول لي انا ميمع حق العيادي من الحين، صدقوني ما راح تلقون. زين العيد ما طق باب عليك مره واحده وقال لك يعني صدمه انا جيت لك. العيد احنا قاعد عارفين قبل سنه كامله انه في عيد، ليش ما يمعت حق العيادي؟ ارجع اقول لكم لان انا في قطاع المطاعم اعرف الناس السلوك مالها شو يصير في هذا الشهر. اول شهر يصير فيه صرف مو طبيعي، بعدين يصير فيه تقشف مو طبيعي لانه شرى اغراض العيد وشرى الامور الثانيه، وهق نفسه حتى العيادي طلعها من معاشه وهق. فادخر استمتع. تذكرون تو قلت شنو؟ قلت 70 15 10 5. في خمسه انا دائما حتى في دوراتي اقول عنها، 5% من راتبك شهريا تدش في حساب روح اسمه الطوارئ. اغلب اللي يخرب هذه القواعد هي انك ما عندك حساب طوارئ يحميك. اليوم لازم يكون عندك حساب طوارئ يحميك. طلعت وبنشر تاير سيارتك شو تسوي؟ مصاريف. الحين هو مصاريف لكن هذا غلط، لانه راح يزود حمل المصاريف، ولما يزود حمل المصاريف تضطر تروح تبيع اسهمك عشان تعالج المشكله. خل لازم يكون عندك حساب طوارئ. في قاعده ثانيه
حق شخص اسمه توم فيري وهو مشهور، وقاعدته حلوة وجميلة وبسيطة وسهلة حق أغلب الناس. أنا ما أتبعها بس حلوة حق الناس. شنو هي؟ يقول كذا نزل راتبك قسمه ثلاث أشياء، 33 33 33. شنو 33؟ 33 هي كل مصاريفك الشخصية، كل شيء شخصي هني، مشترياتك طول الشهر، جمعيتك، كل شيء هني، وكل التزاماتك، قروضك، أجار البيت، كلهن. زين، و33% من راتبك استثمار. ليش هو يوصل بالحركة هذه؟ لأنه يقول بعد، يعني لو افترضنا، آسف، لو افترضنا أن معاشك 1500 دينار، ف500 هناك و500 هني و500 هني، يقول بعد سنة كاملة من الاستثمار أنت سويت مصدر دخل إضافي. هذا المصدر الدخل وين بيصب؟ بيصب في معاشك، بيصير معاشك 2000 دينار. فكل واحد من هال يعني هالصناديق هذه راح يزيد اصلا، لان استثماراتك هي دخلت معاشك. زين يوسف ركز معي، هذا موضوع لك. حولها من منميه للمال، من اكل المال الى منميه للمال. اليوم اغلبنا عنده هوايه، اما هوايه التصوير، او عنده هوايه واحده تطرز، او عنده ايا كان، في هوايه. الهوايه هذه تاكل من معاشي، تاكل من راتبي. في واحد صديق لي محترف في السيائر، محترف بشكل مو طبيعي، ما يحتاج يودي سيارته فحص، لكن كله خسران، يشتري سياره بسعر ويبيعها ارخص. قلت له انت وايد ممتاز في هذا الجانب، حولها الى اكل المال الى منميه المال، اشتر وبيع سيائر بحسب خبرتك. ولما بدا في هذا الموضوع قام يربح. اليوم المصور يشتري عدسات وكاميرا وستاندات وا وا وا، وبالاخير كل واحد من هذا سعر. لو يروح يقول حق المطاعم اصور لكم، او الاشخاص اصور لكم، شو يصير؟ صارت منميه للمال، زيد دخلك. حتى كدكتور اليوم، انت كدكتور نفس الموضوع. انا صحيح في وظيفه، ولكن اقدر، نفس ما قلنا تذكرون بالبدايه، قلنا عندنا مشاهير دكاتره، اللي راح فتح له حساب في الانستغرام وقام، ما الريال بالعكس محترم جدا، ترى مو اي واحد فتح حساب انستغرام صار مو محترم، محترم جدا، يعطي نصايح. واحد في طب العائله ويقول لك نصايح في طب العائله، واحد في الاسنان ويقول لك نصايح في الاسنان. شنو صار في الشخص هذا؟ كسب اعلانات، كسب مو بس اعلانات، باكر انت لو تفتح عياده خاصه فيك، انت عندك جمهور جاهز اصلا ينتظرك. ما اتكلم طبعا موضوع انك تطلع في الاعلام، هذا يحتاج كاريزما ويحتاج شخصيه. انا اقصد ان ندور شنو هوايتك ونمها. واحد من الاشخاص قال انا فنان في موضوع الحجوزات، فنادق، طيران، غيره، بس احجز حق اهلي. قلت حولها من اهلك الى الناس، وابدا شنو، حول الموضوع الى منمي للمال. خلنا نسألكم سؤال، شنو أفضل، أدخر ولا أزيد الدخل؟ أدخر، زيادة الدخل، حلو. إنزين، زيادة الدخل مو سهلة، تحتاج شوية صعوبة في البداية بس ممتازة. بس أيهم أفضل؟ أفضل زيادة الدخل. ليش؟ إنزين، بتدخر، أنا أشرب قهوة معدل 100 دينار بالشهر، بدخر سويتهم 80، بدخر 70، وبعدين ما أشرب قهوة؟ لا، إحنا ما نبي نصير بخلة، احنا نبي نقنن الموضوع. لكن تخيل لو انا قدرت ازيد من دخلي 500 دينار، اشرب قهوه ب 120، ما عندك مشكله. ليش؟ لان انا اصلا زدت دخلي. فانت زياده الدخل اولى واهم من الادخار، لكن مو كل واحد يقدر يزيد دخله. انزين، النقطه الثانيه هي تحويل الادخار الى استثمار. قلنا الواحد لما يدخر، هذه نقطه ايجابيه، لكن الاهم من هذا ان تحوله الى استثمار. قلنا خلي فلوسك تجيب لك فلوس، فاستثمر في خاصية اسمها الدي سي اي. من يعرفها؟ أيوة، ممتاز. تسمى الدولار كوست أفريج، بمعنى توسيط التكلفة الدولارية. وبالمعنى الأصح، أنا ما أعرف يا مبارك في سوق الأسهم، ولا في سوق العقار، ولا في أي سوق من الاستثمار. بكل بساطة، أنا أشتري قطاعي، هذه شو تسوي فيك؟ هذه تحميك من تقلبات السوق. فمثلاً لو افترضنا ان في الشهر رقم واحد في عندي سهم سعره دينار، وانا قررت ان كل شهر بشتري ب 100 دينار، هني ايش بيصير؟ انا راح اشتري كم الكميه؟ 100 سهم. الشهر الثاني نزل سعر السهم فصار 750 فلس، كم سهم شريت؟ 133 سهم. الشهر اللي بعده نزل زياده وصل نص دينار وشريت 200 سهم. انت تشوفونها الحين حلوه، بس اذا صعد السهم مو حلوه. بس شنو تفيدني؟ تفيدني ان كل ما تغير سعر السهم انا قاعد اشتري بنفس المبلغ، ما عندي مشكله، مو نفس الكميه، نفس المبلغ، وهني قاعد اوسط التكلفه.
لو أنا شريت من البداية، بالبداية شريت بالألف ومئتين دينار مالت السنة، كنت راح أشتري كم سهم المفروض؟ 1200 سهم. لكن لأني سويت توسيط التكلفة الدولارية دولار كوست أفريج، شريت 1569 سهم بمعدل زيادة 369 سهم، فقط أني أنا شريت بشكل متقطع. هذا تقدر تسويه واحد إما على راتبك، مبلغ من راتبك شهرية 200-300 أين كان، أو لو عندي أنا مبلغ الحين 10,000 وبستثمرها، بس أنا خايف من السوق، يقولون في حروب ويقولون في أزمات، شو أسوي؟ جزئ دخولك، المبلغ اللي عندك 10,000 دش بألف كل شهر، جزئ دخولك. أي فصار سعر السهم عندي الواحد 764 فلس، هذا بسبب توصيل التكلفة. طيب لازم تبحث عن خطة، لازم هذا السؤال وايد أنا أسأله وايد، شنو أقوى سهم؟ ما في شيء اسمه شنو أقوى سهم، في شيء سهم يناسبني وما يناسبك. اليوم سهم بيت التمويل من أفضل الأسهم الكويتية، في ناس خسرت فيه وفي ناس ربحت فيه، صح؟ ما في شيء. البيتكوين اليوم واصل قمته 69,000، من شاري بيتكوين؟ أنت ممتاز، أنت بطل عبارة. اليوم البيتكوين واصل قمته 69,000، اللي صبر عليه وتعب خذ اليوم أرباحه. إنزين، لكن هذا الموضوع عمر يقدر يشتري بيتكوين، عنده الجرأة، العملات الرقمية تلعب بشكل كبير. لكن أنا واحد عمري 50 سنة وفلوسي هذه فلوس تقاعد، أنا أنصحك ما تدش بالبيتكوين. فمن اللي يحدد شكل محفظتك الاستثمارية؟ أول شيء لازم تحلل شخصيتك. ما في شيء اسمه محفظتي تنفع حق عمر، ولا عمر محفظته تنفع لي، ولا شيء. لازم تحدد شخصيتك، فعمرك يحدد شنو شكل محفظتك. مصادر أموالك، واحد اثنين نفس العمر، واحد ورث الفلوس هذه والثاني تعب في تجميعهم. اللي تعب في تجميعهم ينجلط إذا خسر، بينما اللي ورث شوي عادي. مصادر الأموال تختلف، هل أنا جبان أو جريء؟ عندي الجرأة. أنا كنت أقول حق واحد عشان في الاستشارات نحدد شخصيته، فأقول له شنو شخصيتك؟ فأقول له روح جريء، أنا ما عندي مشكلة. أقول له تخسر 20% من فلوسك؟ يقول خسر. قلت له صدقني لما تشوف الرقم بالبورصة قاعد تخسر 20% ما راح تقول نفس الكلمة اللي قلتها. فلازم أحدد شخصيتي، أنا جبان ولا جريء. ومو معنى هذا، لأن لو كنت أنا إنسان أخاف فلوسي أخسرها، مو معنى هذا أنك ما تستثمر، بس استثمر في أماكن معينة. استثمر في العقار لأنه آمن، استثمر في الذهب، معنى أنا ضد الاستثمار في الذهب، بس الذهب لأنه يحافظ على قيمته بس ما يخسر، العقار ما يخسر. بس إذا رحنا حق الأسهم والعملات الرقمية، هذه أرباحها أكثر ولكن مخاطرها أكثر. لازم أنا أحدد شخصيتي. إنزين خطتك شنو هي خطتك؟ ليش بتستثمر؟ بستثمر حق بيت ولا حق شنو؟ تدرون أكثر شيء يخسر الناس فلوسها في البورصة شنو؟ تغيير الخطة. تقول له أنت بتستثمر حق كم سنة؟ يقول 10 سنين، حق معاش تقاعدي، أبي معاش تقاعدي. البورصة يصير لونها أخضر يدز لي مسج، أبي ترى ربحان 10%. يصير لونها أحمر، أبيع ترى خسار. خلاص أنت سويت خطة، التزم بالخطة، مالك شغل بالسوق، التزم بالخطة هذه. اللي يصير شنو؟ عكس هالكلام، تلقى شاري سهم ولا سهمين، صعد ربع اللي بالدوانية قالوا شنو؟ بيع بيع يا معود، بيع ربحان أنت الحين، وإذا خسر بيع أنت ناطر شنو؟ يصير صفر. فالخطة بو 10 سنين تصير بشهرين. هذا واحد طلع تقاعد من النفط وكلمني، بس كلمني بعد خراب مالطة، طلع معاه 300,000 دينار نهاية خدمة، وقاعد في الديوانية وقال له ربعه استثمر يا فلان، ليش ما تستثمر؟ إذا استثمر بشنو؟ كان يقول استثمر في بيت التمويل. دش في بيت التمويل وشارك كل فلوسه في بيت التمويل. طبعا أنا ضد الحركة هذه، لازم تنوع مصادر دخلك. المهم شارك كل فلوسه بيت التمويل. يبقى شنو خطتك؟ طويلة المدى. كم؟ 10 سنين. حلو ممتاز. شهرين كان ينزل بيت التمويل، خاف ربعه قالوا له شكله بيت التمويل خلاص بينهار، راح وباع المبلغ كله، خسر 100,000 دينار. مو هني الخسارة، مو هني المشكلة. تدرون المستثمر لما يخسر شو يصير فيه؟ يدش في عقلية اسمها عقلية المقامر، مو المغامر، المقامر من القمار. شو يصير فيه؟ أنا بعوض خسارتي، شو أسوي؟ عطني سهم ثاني يقولون عنه زين بينجح، ويروح يحط فلوسه كلها في السهم الثاني. وهذا صاحبنا راح حط كل فلوسه في أجلتي، سهم أجلتي، كان ينزل خسر 150,000، نص فلوسه راحت.
هل أعطيكم معلومة جميلة؟ لو أنا وعمر اليوم كل واحد فينا عنده 10,000 دينار وقررنا نستثمرهم، وأنا حبيت أني أضارب أو أزيد أرباحي، وفي أول سنة خسرت 50% من فلوسي بسبب تهوري، بينما عمر قال الحمد لله 5% بالسنة تعتبر ممتازة زينة شكرا. أنا أول سنة خسرت 50%، لكن من السنة الثانية تعلمت بالتوبة وقمت أربح 10% كل سنة، 10% كل سنة، بينما عمر ملتزم بالخطة 5% كل سنة. توقعوا متى أنا أصيد عمر أتساوي؟ 10 سنين؟ ها؟ لا كم يعني؟ عطني سنوات. متى أنا راح أتساوى مع عمر في المبلغ؟ تخيل أنا كل سنة 10% أرباح، بس أول سنة خسرت 50%، وعمر كل سنة راضي وقانع في 5%. ها؟ منو؟ من قاعد يسولف؟ 15 سنة. قرب 16 سنة. شفتوا خسارة أول سنة سويت فيه؟ 16 سنة عشان أصيد عمر. فأرضى يعني أرضى بالقليل. حطيت أنا بوست تكلمت فيه عن العقار، والعقار يعطيك 5% بالسنة وحلوة وممتازة. كان يدشون علي ناس 5% شنو؟ 5% طلعها بيوم واحد أنا بالفوركس. خلاص خليك بالفوركس وخسر فلوسك. الناس صارت مو قنوعة، والغالب المشكلة يخسر الغالب. طيب خلينا نتكلم عن أنواع الاستثمار ودرجة مخاطرها. أول شيء عندنا المال. المال هو يعتبر ما يعني مو استثمار، بس هو أكثر شيء يحافظ على قيمته، أو خلينا نقول مو يحافظ على قيمته يعني ما في عليه مخاطر. فلوسك عندك مليون حطتها في البنك، بتيها بعد 10 سنين هي مليون، طبعا لو استثنينا الزكاة. فالمال أكثر شيء يحافظ على نفسه، لكن شنو عيبه؟ يفقد قيمته بالتضخم. شفتوا فيديو النائب أسامة زيد اللي قال دينار المواطن في 2011 يساوي 600 فلس اليوم. 2011 ما سولف أيام أبوك وأبوي، لا 2011 إذا كان عندك 10,000 دينار اليوم تساوي كقيمة في البنك 6,000 دينار. نتكلم عن 12 سنة بس. فهذه مصيبة، التضخم كان بمعدل 3.5% سنويا. 3.5%. المهم المال هو يعني مرتاح ما تخسر فلوسك، ولكن في المقابل التضخم يأكلها. النوع الثاني وهو الذهب. الذهب ينمو سنويا بمعدل 1-2%. خلكم من السنة هذه هي سنة استثنائية لأن صارت فيها وايد حروب، لكن الذهب بمعدل عام ينمو بمعدل 1-2% سنويا. لكن الذهب مو أداة من أدوات الاستثمار، الذهب أداة من أدوات حفظ المال. أنا عندي فلوس بشتري فيها بيت وخايف عليها أحطها في ذهب، بس مو استثمار، لأن راح نقول بعد شوي شنو يعني الاستثمار، شنو الأصل. النوع الثالث وهو السندات، وطبعا السندات بشكلها الربوي وهي حرام في الشريعة. في شيء اسمه الصكوك تساوي سندات، نفس الشيء. الصكوك هو دين، أنا قاعد أدين عمر، عمر شركة أو دولة، فأنا قاعد أدين عمر وعمر يعطيني أرباح كل سنة. هذا النوع الثالث. كل ما احنا قاعد ننزل كل ما قاعد تزيد الخطوره، ولكن في نفس الوقت تزيد الارباح. كل ما زدنا الخطوره زادت الارباح. النوع الرابع العقار، ومن هني يبدا الاستثمار الحقيقي. ليش؟ هني زكاه عليك 2.5%، بينما من العقار الزكاه تختلف. الزكاه على الارباح. تخيل شاري عقار بمليون ويدخل لي 30,000 بالسنه، زكاتك على 30,000 مو على المليون، بينما لو المليون هذا خليته مثل ما هو زكاتك على المليون كامل. وهذا سبحان الله الشريعه جت تقول لك روح تاجر اشتغل، لا تقعد لا تجمع الفلوس. فالعقار منه فائدتين: واحد يدخل لي اجار عائد، اثنين ينمو بقيمته، يعني العقار نفسه ينمو ويدخل لي اجار، فهذا نوع ممتاز. ولذلك هذا استثمار. قلنا الذهب مو استثمار، ليش؟ لو اعطيك الحين كيلو ذهب تعرف قيمته بعد سنه كم؟ لا. لكن لو اعطيك شقه في المهبوله ولا حولي ولا اي منطقه شقه صغيرونه، تعرف كم بتدخل لك طول السنه هذه اجار؟ نعم، حتى النمو مالها تقدر تسيبه توقعيا. النوع اللي بعده وهي الاسهم، وتعتبر من شوي اللي فيها مخاطره، اعلاهم مخاطره ولكن اعلاهم ارباح. العقار يجيب لي 5% الى 6 الى 7% على حسب العقار بالسنه، بينما الاسهم تجيب لي من 7 الى 12% بالسنه. النوع السادس العملات الرقميه. طبعا العملات الرقميه تجيب لي بعد من كذي، لكن نسبه مخاطرها عاليه. يعني اللي حط في البيتكوين قبل 4 شهور اليوم دبل فلوس 3 مرات، فنسبة المخاطرة عالية جدا في العملات. ولذلك راح نتكلم شوي في المحفظة. النوع اللي بعده مشروعك الخاص. أهم شيء عندي مشروعك الخاص. شوفوا
انا ما اتكلم تشوفون حسابات في الانستغرام، اطلع هد وظيفتك اشتغل مشروعك الخاص. لا، ممكن التجاره ما تصلح لكل الناس صراحه، ولكن اذا لقيت انك تنفع تكون صاحب مشروع فالتجاره هي افضل نوع مدخول، اقل مبلغ تستهلكه وهي افضل نوع مدخول تجيب لك. الاصول والمشتريات، شو الفرق بين الاصول والمشتريات؟ من يقول لي؟ حلو، الأصول هي أشياء إما تعطيني فلوس كأرباح أو تزيد في قيمتها. المشتريات، اشتر أي نوع سيارة أنت اليوم تبي تشتري، أمريكي أي نوع سيارة، اطلع من الوكالة نزل من سعر 15% مباشرة، اشتروا الحريب، اشتروا جنطة أول ما تطلعوا ما تقدر تبيعونها. اليوم أنا مثلا أشتري سوارة فان كليف ولا ما فان كليف، شنو صار في سعرها بعد ما شريتها؟ راح سعرها. اشتري سوارة ذهب حافظت على سعرها، صح؟ فالأصول هي الأشياء اللي تعطيني أرباح شهرية سنوية أيا كان، أو بنفس الوقت هي ترتفع قيمتها مثل الأسهم، بينما المشتريات تقل قيمتها، لابتوب مشتريات، سيارة مشتريات. لكن في بعض الأحيان تكون المشتريات عبارة عن أصول، مثل شنو؟ سيارة كلها مشتريات، لكن واحد قرر يفتح له محل بيع وشراء سيارات، أصل تجارة هذه، فصارت أصول. من أبسط وأسهل أنواع اليوم الأصول اللي نقدر نشريها هي الأسهم. الأسهم اليوم بكل بساطة أنت تقدر تشارك بيت التمويل، اليوم تقدر تشارك مطاعم عالمية. يعني من أبسط الأمثلة، أنا أملك في تسلا، أسهم تسلا. يا أخي لما يجيني صديق يقول صدق ودي أشتري تسلا، أستانس، أحس إنه شاري مني. ليش؟ لأني مستثمر. فلما تشتري الأسهم أنت تملك جزء من هذه الشركة فعليا، ترى مو فعليا تملك جزء من هذه الشركة. فالأسهم هي عبارة عن جزئية في الشركة. اليوم أنت تقدر تشتري، اليوم مع التكنولوجيا، قبل 10 سنوات كنت عشان تشتري السهم لازم تروح البورصة وتشتري، وما في شيء اسمه أسهم أمريكية، يعني حدك في الأسهم الكويتية وحمد ربك. اليوم أنت في دقمة بس تشتري أسهم أمريكية، كويتية، سعودية، أيا كان بأي مكان في العالم وبأقل الأسعار، وما تنطر أحد يقول لك السعر زاد نقص، تشوفه مباشرة بعينك. اليوم التكنولوجيا وايد ساعدتنا في هذا المجال. ولذلك عشان أنت تبني خطة استثمارية، وهذه الخاتمة، عشان تبني خطة استثمارية لازم تحدد أهدافك، ومثل ما قلنا جرأتك، شخصيتك. عمر مساعد قال لي أنا مستثمر في الريت، صح؟ الريت أمان عالي. من يعرف، تعرفون صندوق الريت أول شيء ولا لا؟ صندوق الريت هو عبارة عن صندوق في البورصة بس يشتري عقار، يعني أنت مشاري فيه عقار ويعطيك أرباح شهرية، يعطيك معاش شهري. عيبه أن العائد ماله يعتبر بسيط جدا، 5% تقريبا قد كذا مقارنة في الأسهم. زين، الريت ينفع حق منه؟ الريت ينفع حق واحد مثل ما قلنا كبر في العمر، عنده فلوس، تقاعد ويبي معاش شهري، حطه في الريت، أمان وعائد شهري لكن ضئيل. لكن لما أكون أنا صغير في العمر، شباب وعندي روح المغامرة، الريت والذهب مستثنى عندي، ما أفكر فيهم، أو العقار، أنا الحين في الأسهم. فأهدافك هي اللي تحددها، أهدافك، جرأتك، خطتك لمتى. فعلى سبيل المثال خلنا نفرض أن هذه خطة مبارك، أسهم 25%، عقار 25%، ذهب 25%، عملات رقمية 25%، وأنت تقدر تغير في النسب. زين، أنا والله أعتقد أن العملات الرقمية مو حلال، شيلها، وزع 33% على كل واحدة. بالأخير لازم تحدد شنو توجهك. بعد ما تحدد توجهك، لازم حتى في الأسهم في قطاعات. أنا مرات أقول دام أنتوا يعني دكاترة وهذا، أقول يا أخي الدكتور لازم يكون شاطر. ليش؟ ذكي في مجال معين وهو مجال الطبي، استثمر في الشركات الطبية في العالم. اليوم صديق لي صار في زمن كورونا، يوم صار كورونا لأنه ما كان عنده تنوع في الأسهم، كان شاري في شركات الطيران. وصديق ثاني كان شاري في الطاقة، في النفط. يوم صارت كورونا هذا خسر 40% من محفظته، وهذا خسر 60% من محفظته. الطيران وقف، السياحة وقفت، والنفط نزل وصار $40. واحد ثالث شاري في فايزر وأكسفورد وغيره، بشركات الأدوية. شنو صار معه؟ ارتفعت قيمة محفظته 230% بسبب شنو؟ بسبب شراء في الشركة الطبية. بس هل احنا نعرف متى راح يجي كورونا ثاني او ازمة طبية؟ لا. فلما انا ما اكون اعرف شنو الحل المناسب، تنويع في المخاطر، تنويع في القطاعات. فمثلا
اليوم انا اشتري في قطاع البنوك، في قطاع التعليم، في قطاع الطاقه، ووزع النسب حسب خبرتي. مبارك شاطر في مجال التكنولوجيا، انا عارف مؤتمر قبل متى وشنو بيطرحون، تسلا شو تفكر فيه، عارف عارف اقرا الاخبار. فتلقى اغلب استثماراتي في شركات تكنولوجيا. واحد دكتور يعرف الشركه هذه قاعد تدور لها علاج في السرطان، استثمر فيها. الشركه هذه قاعد تسوي تصنيع في اجهزه طبيه وعارف انه وصلت مرحله متقدمه. هذه المعلومه ترى انت تملكها، انا ما املكها، فانت راح تكون سابقني دائما في خطوه في هذا المجال. الطريق والنقطه الثانيه، لو يعني الحين حق مجال السيارات مثلا، فمثلا حتى في مجال السيارات تلقاني انا عندي سهم في تسلا، سهم في فورد، وسهم مثلا في جيمس او عدد من الاسهم يعني. لكن يعني بنفس الوقت انصح دام احنا مستثمرين عاديين نستثمر في 4 إلى 7 اسهم بس، لا تزودون. موضوع السهم الواحد انسوا. شفتوا القاعدة تقولون لا تخلون البيض في سلة؟ صحيحة، لا تخلي البيض في سلة، بس تكفى لا توزع على 20 سلة. 5 سلال 6 سلال حلوين تقدر تشيلهم بيد واحدة، لكن لما تكثر البيض في سلال وايد ما تقدر تتابعهم. بالأخير أنت فرد، أنت مو شركة، فأنت مطالب أنك تتابع الشركة الفلانية والشركة الفلانية والشركة الفلانية. ختاما، هذه بعض الكتب اللي أنا أنصحكم أنكم يعني تستفيدون منها وتكلمنا عنها، الأب الغني والأب الفقير، أغنى رجل في بابل، وسيكولوجيا المال، وتلقونهم أغلبيتهم موجودين في جرير وفي اللغة الإنجليزية واللغة العربية. وفي مجال الاستثمار، في مجال الاستثمار أنصحكم، في أحد يصور الصورة هذه؟ طيب زين، هذولي في فهم المال والادخار والأمور هذه. وفي مجال المال في كتب ثانية استثمار، آسف، عندكم هذه 3 كتب أنصحكم فيها، مبادئ سوق الأسهم والاستثمار كالمحترفين، وهذا حق الأستاذ فيصل القرقري وهو كويتي، اللي هو مفاتيح الاستثمار. هذه تعلمكم البورصة والأسهم بطريقة بسيطة يعني أولية. يعطيكم العافية وقواكم والله، مشكورين على حسن استماعكم، واللي عنده أي سؤال يتفضل. الله يعافيك حبيبي، حياك الله. تقريبا خلال السنة الماضية كلها قعدت أتأمل في الدواوين وفي كذا على مشكلة أن ليش العالم مواصل الحرية المالية. بما أن الأغلب الربع يعني من الأطباء، لاحظت أن الـ يعني الجهد اللي بذلوه الذهني أثناء الدراسة والجهد اللي أثناء الوظيفة مدة مثل خلينا نقول 12 سنة يعني 7 سنوات وبعدها التخصص، خلاه يوصل لمرحلة أنه خلاص ما يبي يفكر، فهو واصل لاحتراق ذهني. هذا واحد. فلاحظت أن أغلب اللي يبلشون مشاريع، طبعا هذه ما هو قاعدة يعني ما هو عذر، لكن لاحظت أن أغلب الربع اللي كانوا معي بالثانوية اللي بيبلشون مشاريع أغلبهم كان يعني نوعا ما مثلا مستقر في الكويت، ما سافر برا، ما سافر كذي، فعند القابلية. هذا الشغلة الأولى. لو فرضنا أن حب أنه يستثمر أو يعني يدش مجال التجارة عنده مشكلة الوقت. أنا بجاوبك شغلة على موضوع يعني أكثر أهل الاقتصاد يقولون أسوأ وظيفتين تدرون شنو؟ راح نتكلم هني مالياً عشان لا أحد يزعل منا. أسوأ وظيفتين شنو هو؟ الدكتور والمهندس. ليش؟ خلنا نكون معكم صريح. طبعاً مهنتكم مهنة جميلة جداً واحتسبوا الأجر فيها، هذا لا شك فيه. كل شخص تعالجه فانت مو قاعد تاخذ عليه اجر قبل الاجره، هذا لا شك فيه. بس حنتكلم عن ماليا. ليش يقولون اسوء وظيفتين؟ لسببين. اليوم احنا اذا عيالك ودك شي يصيرون مهندس ولا طبيب، لازم تبي مهندس ولا طبيب، احسن وظيفتين. طبعا اقوى وظيفه المفروض تكون هي المعلم، ولكن مع الاسف النظام التعليمي سيء، لكن احسن وظيفتين عندنا المهندس والطبيب، وهم وظيفتين طبعا جدا ممتازين. لكن هالوظيفتين انت تعمل لغيرك، ما تعمل لنفسك. لكن لو تشوف أبناء التجار، أبناء بعض العوائل عندنا بالكويت ولا حتى في السعودية مثلا، التجارة عيالهم ما يدخلونهم محاسبة، إدارة أعمال، ها؟ ليش ما دخل الطبيب ولا المهندس؟ ومو معنى هذا أرجع أقول أن الطبيب سيء، لا، لأنه يدري أن الطب يأكل من وظيفتك. إنزين، هل هذا عيب؟ لا، هذا مو عيب. الطبيب لا تفتح لك مشروع، بس أنت عندك مجال استثمار. قلنا الاستثمار شركة قاعد تشتغل عنك، مو أنت قاعد تشتغل. فاليوم أنت كطبيب، أنت أعتقد كسقف رواتب أنت أعلى وظيفة رواتب. فاليوم أنت كطبيب أنت أكثر واحد في المجتمع تقدر تدخر وتقدر تستثمر، غيرك ما يقدر هالموضوع.
فأنا أنظر له من الجانب الجد الممتاز وهو أني أنا أقدر أدخر وأقدر أستثمر بينما اللي أقل مني بالوظيفة ما يقدر هالموضوع. النقطة الثانية هذه صارت معي يعني مرة أحد الإخوان وهو دكتور وزوجته دكتورة زين وولدهم دكتور وما عندهم غير هالولد إيه مجموع رواتبهم على كلامه 13,000 دينار ثلاثتهم نسميه مدخول الأسرة مجموع رواتبهم أو مدخول الأسرة 13,000 دينار شو يقول لي؟ يقول مبارك آخر 3 أيام من شهر ما يبقى لي معاش ولا شيء. هذا شنو يعني؟ هذا معناته عنده سوء إدارة. يعني أنت لما تكون 3 أطباء كلكم معاشاتكم تقريبا محدود 13,000 دينار وثلاثة يعني ما عندك ولد غير هذا وخلص ما هو ياهل تصرف ما تقدر توفر فعندك مشكلة. فهذه المشكلة تواجه واحد معاشه 700 وواحد معاشه 7,000 دام العقلية ما تغيرت نفس الشيء. شفتوا اللي في المظاهرة اللي كانوا طالعين مظاهرة ويقولون رواتبنا ما تكفينا سيطلع واحد شيء يقول أنا معاشي 4,000 دينار ما يكفيني اللي يمه يطالع يقول لا أنا معاشي 1,500 طالع ديش تبي طالع. العقلية إذا كانت العقلية مريضة أو تعبانة في فائدة. اليوم لما تيك علاوة أغلبيتنا يعني أغلبيتنا هذا اليوم ياتلك زيادة أو علاوة مباشرة تروح على المصاريف لا تروح في الاستثمار ولا شيء. علاوتك مباشرة تروح في المصاريف. اسأل نفسك سؤال متى آخر علاوة يتني أو آخر زيادة يتني راح تلقى خلينا نقول مثلاً 150 دينار 100 دينار وين راحت مصاريف آخر 5 علاوات أو آخر 5 سنين وين راحت الزيادات ماضي كلها صارت من جزء من المصاريف فما استثمرته. فالخلل فينا إحنا. فهذا الجانب الأول كدكاترة يفضل أنهم يستثمرون لكن الدكتور يقدر يستثمر حتى في تجارة. اليوم كم دكتور فتح العيادة وتطور وطلع القطاع الخاص وفتح. ليش هذا الدكتور فتح؟ ليش هذا فتح وانت ما فتحت مثلا؟ شنو يعني وين تكمن يكمن السر؟ هذه النقطه الثانيه اللي كنت مسجلها. اغلب الحين لو استثنينا الناس اللي مو مفكر يعني ما عندهم وعي خلينا نقول المالي اللي عندهم وعي لو فرضنا الحين نسبتهم 100% حلو. اغلبهم كان الحاجز اللي هو يعني ان الانسان عدو ما يجهل انا بأشتري اسهم. الخطوات العمليه الفعليه لشراء الاسهم ما يعرفها. الخطوات العمليه الفعليه لشراء يعني في شخص يقول انا حلمي بالعكس مقتنع بمشروع البيتكوين كمشروع وكذا لكن انا شلون اسجل ويعني يحتاجون ورش عمل زين اي وحتى موضوع التجاره شلون اطلع الرخصه يعني هذا غالبا الحاجز الاساسي. فما ادري لو كان في شغلات مثل هذه ورش عمل يعني احنا نسميها الهاندز اون اللي عمليه اتوقع راح يفرق كثير. شوف في ورش في دورات في اليوم الدورات طفوح بالسوق. يعني انا اتكلم انا حتى في مجال تجاره المطاعم في 2015-16 ما كان في احد يعلم يعني مستعد اروح اي واحد فعل فلوس ولا تكفى علمني. اليوم الدورات في قطاع مطاعم موجوده بكثره يعني اونلاين دش وشوف انت مكانك. فنفس الموضوع على الاسهم على غيره النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما العلم بالتعلم. الواحد يتعلم ما في احد يطلع. اليوم انت اللي دش اولى ما نقول اولى جامعه اولى طب زين اولى طب تقدر تعطي انسان يسوي له عمليه؟ لا. والغالب ان اللي يسوي له عمليه راح يموت هذا الشخص. لكن لما يعني هذا الشخص بعد ما يتخرج ممكن يسوي عمليه. شو اللي فرق بين اول ما تخرج واخر ما تخرج اول ما دش الكليه ولا ما تخرج؟ التعلم فقط. فاليوم احنا تبي تستثمر مصادر المعرفة موجودة في دورات في كتب. قاعد نتكلم في الكتب عن يعني أنا ترى أنصح بالكتب. ليش أنصح بالكتب؟ أنا أنصح بالدورات لأن الدورات عبارة عن منهج أنت قاعد تأخذ من الألف للياء. هذا شيء جميل جدا. لكن الكتاب لما أنا أعطيك كتاب حق مثلا وارن بافيت أكبر المستثمرين في العالم. وارن بافيت عمره 95 سنة ما يتم بيموت خلاص. تخيل هذا لو مات. بس العلم أنا موجود في كتاب. يعني أنا تخيل لما أقرأ الكتاب أنا قاعد أخذ خلاصة عقلية هذا الرجل اللي هو رقم واحد في مجاله. فالكتب جميلة والدورات مفيدة بس تحتاج اللي يتعلم. بس لا تخوض أنا نصيحة للجميع لا تخوض مجال الاستثمار وانت تقول بيخلي السوق يعلمني. صدقني السوق ما راح يعلمك إلا السوق هذا راح يأكل منك لما يفلسك. والله في رسالة أحزنتني قبل يومين داز ليها واحد يدق علي أنا ما أرد على المكالمات يعني أبدا. فتنزل لي رسالة واتساب قلت له تفضل قل لي شنو سؤالك. كان يقول لي أنا خذيت قرض 70,000 اليوم باقيني منه 3,000 قلبي عورني. أنا قال لي الكلام هذا قلبي عورني. قلت له ليش؟ كان يقول دشيت في أسهم وطلعت من سهم لي سهم واستعملت الرافعة المالية وشيء من المهم دش بخربطة 70,000 قرض صارت 3,000. لا تستثمر ولا دينار إلا لما تتعلم. وهذا العلم يعني ما له نهاية لأن هذا سوق متذبذب
وما نهاية، لكن وانت قاعد على الاقل اخذ خلينا نقول الحد الادنى للتعلم بعدين بلش. ماشي، احد عنده سؤال؟ عمر خلص سؤالك؟ اي خلاص. يعني انا كنت بس اعلق ان اتوقع ان اكثر من شخص يمكن نوت على موضوع ان الاسهم وكذي وانترستد، بس انا مو عارفنا شلون ندخل فيها. صدقوني الاسهم سهله او الاستثمار سهل، يعيبه شيء واحد هو اللي يخليه اصعب علم، اصعب من الطب، اصعب من الطب. ها هو سهل رياضيات، بس اللي يخليه اصعب من الطب شنو هو؟ شنو يولد التذبذب؟ المشاعر النفسيه. المشاعر، تخيل اليوم لو حوت بمعنى تاجر عود يبيع في امريكا ينهار السوق الكويتي. في عام 2008 العقار في امريكا تاثر، العقار في العالم كله تاثر. في سؤال هنا وسؤال هنا، عاد اي واحد عند الاخ. من اي موقع ناخذه بالضبط؟ انزل البيانات تبي البورصه الكويتيه ولا البورصه العالميه؟ لا يعني الكويتيه والخليج. اذا البورصه الكويتيه، عندك بورصه الكويت موقعهم وايد زين، ويحط لك كل البيانات والقوائم الماليه وكل التفاصيل اللي يحط لك اياها. وعندك في موقع خصوصا حق البورصه السعوديه والخليجيه اسمه ارقام، بس هذا بفلوس. هذا في اللي ببلاش وفي اللي بفلوس، واتوقع ان اللي ببلاش كافي يعني حق واحد مستثمر طويل المدى. احنا دائما نسولف عن الاستثمار، ترى من اللي يحتاج بعض يعني الخصائص اللي تصير بفلوس؟ المضارب، اللي يبي يعرف السعر بالثانيه وبالملي ثانيه، وهذا المضارب. وطبعا احنا بعاد عن المضاربه، راح نسولف عن الاستثمار. لا بس انا اتكلم على الاستثمار الطويل. ايه، فبشوف بيانات الشركه مثلا من 2014 2013، هذه مو متوفره ببلاش يعني، لازم. لا 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 ببلاش، بلا موجود بورصه الكويت يحط لك موقع ارقام تشيكت عليه، لازم اشتراك شهري ومبلغ يعني مو شهر. ارقام لانه يفتح لك السوق الخليجي صح. آه، اشتراك شهري. بس اقول لك على البورصه الكويتيه، في عندك موقع بورصه الكويت بلاش، ويحط لك كل الارقام اللي تحتاجها. عندك مثلا البورصه السعوديه موقع تداول اللي هو خاص في السعوديه، يحط لك كل الارقام ببلاش. ارقام ليش في جزء منه بلاش وجزء بفلوس؟ الجزء ببلاش قلت لك انا اشوف انه كافي، بس الجزء اللي بفلوس لانه يعطيك تحليلات الناس الخبره والسهم توقع بيصعد وهذا، وانا اشوف ان هذا مبدئيا حق المستثمر ما يحتاجه. ممتاز، الله يعطيك العافيه. السلام عليكم، يعطيك العافيه. بخصوص انواع الاستثمار ذكرت انت منها مثلا العقار. طيب طبعا العقار يمكن على المستوى الفردي شوي صعب، خاصه على يعني مستوانا خلينا نقول. فبالنسبه حق صناديق الاي تي اف والريت، هذه نفسها تحل محله؟ نعم، الريت يحل محله، لان الريت صناديق عقاريه. الاي تي اف لا، هي صناديق اسهم. فالريت نعم يحل محل العقار، وبالعكس هي فكره جديده تخليك عندك 1000 دينار تقدر تستثمر في العقار. بس طبعا انت لما تستثمر في 1000 دينار العائد السنوي هو نفس عائد العقار 5%، بس عاد 5% من ال1000 مو نفس 5% من 100000، يعني لازم ترسم النقطه هذه. فالريت نعم يحل محله، بينما الاي تي اف لا، هذه صناديق اسهم. وانا انصح بالاي تي اف لان هي تتبع مؤشر السوق يعني بشكل عام، فانصح بالاي تي اف كمجال الاسهم. اليوم العقار في معلومه جدا مهمه، مهمة للجميع. اليوم سؤال، كيف أصبح غني؟ أصبح غني من نماء الأصول وليس من التوزيعات. في ناس دائما يقولك عطني اسم سهم في الكويت مثلا يعطي توزيعات حلوة، أنا أقولك بيت تمويل يعطي 10% تقريبا في السنة توزيعات وحلوة جميلة جدا. لكن اللي ما يعرفون الناس، وهذا يعرف المستثمر، ما يعرفون الناس أن بيت التمويل في آخر 10 سنين كان ينمو سنويا بمعدل 22%، يعني تخيل نموه اعلى من توزيعته. بس الناس تقول لا لا حطني السهم اللي يعطي توزيع سنوي حلو. زين النمو اليوم انت لو شاري في انفيديا مثلا قبل 2019، اليوم تضاعفت اموالك، تضاعفت 20 ضعف تقريبا. اليوم لو شاري في ابل وتسلا قبل 10 سنوات، ما نقول لو احنا، بس الفكره انه شنو؟ نماء الاصل نفسه اهم من التوزيع. لا تنظر للتوزيع بس، انظر الى النماء رقم واحد كمستثمر، وانظر الى اثنين مع بعض، بس النماء اهم. ممتاز، بس عفوا الاي تي اف اللي هو على العقارات. لا، الاي تي اف على الاسهم. اي لا عفوا، انت تكلمت يمكن شيء اسمه اس بي ار او ست اي تي اف، يعني اكستشينج تريد فند. اي بس يشتغل بالعقارات. لا، الاي تي اف اسهم. انا هذا شايفه بوست لك، مو الريت عقارات. لا 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 عفوا،
في ATF عقاري SPRE هذا ATF عقاري. نعم هذا الحين نفس الـ نفس الـ نفس فكرة العقار ونفس فكرة نعم بس الـ ATF عشان بس الناس يمكن اللي مو عارفة فكرة الـ ATF. الـ ATF شفتوا لما نقول مؤشر سوق الكويتي، مؤشر سوق الكويتي. اليوم أنا لو بشتري سهم، بشتري سهم بيت تمويل الوطني الوربة، صح أشتري أسهم فردية. الـ ATF هو عبارة عن صندوق، الصندوق هذا شاري في كل الأسهم وأنت تشتري في الـ ATF في الصندوق هذا، يعني هو صندوق شاري في كل الأسهم وأنت شاري في الصندوق هذا. شو تفيدني في هذا؟ أن البورصات بشكل عام صاعدة، كل البورصات بشكل عام قاعد تصعد مع مرور الوقت، تتذبذب لكن تصعد. وأن لو في سهم نزل لأي سبب ما، شركة أفلست طلعت، ما تأثر على السوق بشكل عام، تأثر تأثير جزئي يعني خلاص ردي يفتح السوق، فهي أكثر أمان. صناديق الـ ATF أكثر أمان. فعندك ATF السوق كامل، في عندك ATF حق قطاع الطبي مثلا. في اليوم أنا بروح أشتري بالقطاع الطبي، أنت تقدر تروح تشتري سهم فايزر ومثلا سهم أكسفورد وسهم شركة مالت السبرين أعتقد ألمانية شيء كذي، تقدر تشتري سهم في كل شركة. بس في ATF في القطاع الطبي شنو يعني؟ يعني لو أنا شريت وحدة في هذا ATF أنا كني شاري في القطاع الطبي كله. وصلت الفكرة؟ تفضل. بديل حق الـSMB او هالامور هذه في السوق الكويتي، في شيء بديل له؟ مع الاسف في الكويت ما عندنا، ما في شيء هذا. اي مع الاسف ان في الكويت ما عندنا صناديق ATF لحد الان. حلو. السعوديه تو دشت فيها صناديق ATF، الامارات، بس الكويت مع الاسف الى الان ما عندنا. في امريكا عندهم بدائل طبعا SMB حرام لان أيه. في شركات صحيح. حرام صحيح. في صناديق حلال اسلاميه شيء. ايوه شارت الاشياء الحرام. حلو. سؤال ثاني، شلون احسب ربحيه السهم؟ يعني لما يقول لي مثلا قيمة السهم 800 فلس وموزع 30 فلس يقول لك كنا ربحان 30%، بس مو داش يا مخي، شلون احسبها؟ شلون اقول تقسم سعر توزيعه، سعر التوزيع، يعني لو السهم وزع 100 فلس والسهم سعره اليوم دينار، كم ربحيته؟ 10% تقسم توزيعته على سعر السهم. بس هذا مختلفه لما نقول سعر السهم، سعر السهم اللي انت شريته. افرض انا سهم شريته بنص دينار ايام الرخص وانت اليوم شريته بدينار وهو سعره اليوم دينار ووزع 100 فلس وهو راح يعطي 100 فلس حق كل المساهمين، بس ال 100 فلس بالنسبه لي كم تساوي؟ 20%، بس بالنسبه لك 10%، فتقسم سعر السهم، سعر الارباح على سعر شرائك. فهم لما يقولون 10% قصدهم من سعر السهم؟ لا لا لا، يعني هذا بورصه الكويت. بورصه ايه؟ الكويت بس بالتحديد. ايه؟ زين لما يقول لك الشركه هذه اعطت 10% يقصدون ايه؟ من القيمه من القيمه الاسميه. الاكتتاب. القيمة الإسمية في الكويت 100 فلس. يعني حتى لو السهم وصل 4 دنانير القيمة الإسمية 100 فلس. فلما يقول لك أعطيناك 10% كم يعني؟ 10 فلوس. 10 فلوس. فأنت احسب ال 10 فلوس. يعني ما تسوى، يعني حسب كذي لو تحسبها كذي ما تسوى. فأنت إيه، فأنت لازم تحسبها. يعني مثلا أعطيك مثال، هيومن سوفت وزع 400%. شنو يعني؟ أنا واحد دش علي قال لي يعني الحين أشتري بأربع سهم قيمته 4 دنانير. قال أشتري 4 دنانير يعطون 16 دينار؟ قلت له لا مو بالطريقة هذه. 400% يعني راح يعطونك 400 فلس. بس ال 400 فلس بالنسبة حق ال 4 دنانير كم يعني؟ 10%. السؤال اللي بعده، في مقولة تقول debit is good، يعني when you leverage it correctly. بس أبي أعرف شنو رأيك خصوصا حق العقار هالأمور هذه. شوف يعني إن واحد يرهن العقار اللي عنده ويشتري عقار ثاني. لا لا لا، شوف الدين بشكل عام طبعا سيء، بس الدين حق شغلتين أقول لك روح أخذ دين، بس حق شغلتين. إذا أنت صاحب تجارة وشاطر في تجارتك، ركز شاطر في تجارتك وتبي تتوسع في هذه التجارة، أقول لك أخذ دين وعجل العملية. صاحب تجارة مو واحد يفكر يفتح تجارة، لأن هذا غالباً راح يخسر. بس اللي صار عنده شنو؟ واحد يفكر يفتح مطعم، مصبغة، أي كان، فيروح يأخذ دين، وهذا غلط. لا، ابدأ بفلوسك وشفت نفسك قوي وزين وعرفت السوق، هني تتوسع أخذ دين، سرع العملية. النوع الثاني العقار. العقار أنك تأخذ دين وتشتري فيه عقار، نعم يعني مسموح فيه. ليش؟ لأن العقار ثابت نوعا ما مع تزايد يعني بسيط. بس تأخذ دين وتدش البورصة، هذه من آخر المستحيلات اللي تسويها. وآخر سؤال، يعني الحين قبل 20 سنة يعني أو 30 سنة يعني كلنا نسولف أبل وإنفيديا، الحين إحنا 2024 شلون أشوف الحين شركات 5,000 10,000 شركة؟ شلون أشوف the next Nvidia أو the next Apple؟ حلو. في يومي هذا. وشكرا. في قاعدة تقول أفضل وقت للاستثمار قبل 20 سنة.
لا لا، افضل وقت للاستثمار قبل 20 سنه، وثاني افضل وقت للاستثمار اليوم. فانت لا تفكر في افضل وقت للاستثمار، ثاني فكر في ثاني افضل وقت اللي هو انت الحين بين متناول ايدك. يعني افضل وقت صح طاف الحين، ثاني افضل وقت. النقطه الثانيه شلون اعرف؟ ما في، حتى وارن بافت ما يعرف، ما في احد يعرف، بس انت في اشياء تقدر تقرب لك المساله. يعني لما انا اعرف ان الحين عندي طفره الذكاء الاصطناعي، فاشوف من الشركات اللي قاعد تتعامل مع الذكاء الاصطناعي وقاعد تسوي مختبرات الذكاء الاصطناعي، هذه شركات اركز عليها. انزين، لما اعرف طفره السيارات الكهربائيه، اشوف من المتصدر في السيارات الكهربائيه ومن اقوى السيارات الكهربائيه، اركز عليها. وهكذا قلت لك، انت في القطاع الطبي لما تسمع خبر ان في شركه طبيه قاعد تكتشف علاج للسرطان، اسالك بالله اليوم علاج السرطان ما يعتبر يعني ثوره علميه وراح يحل مشاكل وايد، صح ولا؟ فلما انا اعرف ان في شركه قاعد تكتشف علاج السرطان او على اعتاب الاكتشاف هذا، شو يصير فيني؟ اروح استثمر فيها بسرعه، لان هذا راح تنفجر بعد ما تكتشف العلاج. فهذه المعلومات، تبحث عن المعلومات. الله يعطيكم الصحه والعافيه وقواكم الله، ومشكورين جدا على الاستضافه، وان شاء الله انكم استفدتوا باذن الله.